بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كالعادة، يمكن هذا الويبنار رقم 17. حاليا بلشنا احنا بشهر 3. كانت فكرة الويبنار بداية، قبل ما نعرف بحالنا، بانه نوصل القامات العلمية والعلم اللي بيحكوا فيه تكون كلمة مضادة للشو الإعلامي اللي بيمارسوا الفضائيات أو بعض المراكز. هلا احنا أكاديمية اندستري بلاتفورم، احنا شركة أخذت على عاتقها منذ تأسيسنا السنة الماضية بأنه نكون جسر بين البحث العلمي والجامعات من جهة والصناعة من الجهة الأخرى، وأخذنا جانب اللايف ساينس، الجانب اللي احنا مختصين فيه. بمجموعة من الويبنرز اللي مرت علينا سابقا، حبينا انه نلقي الضوء على كثير مواضيع بما يخص الكورونا، علاجها، بعض المعلومات المغلوطة، حتى الاناليسيس والتحليل الاستراتيجي على مستوى الدول. واليوم حبينا نلقي الضوء على موضوع برضو كمان ما بقي الأهمية، اللي هو تأثير الكورونا على البحث العلمي. يمكن أول امبارح الكل سمع جلالة الملك كان يحكي عن موضوع البحث العلمي وشو لازم يكون دوره حاليا بمرحلة ما بعد كورونا بدعم البحث والتطوير في الصناعة. امبارح برضو جلالة الملك حكى عن موضوع الرو ماتيريالز، المواد الخام اللي كانت تعتبر نايت مير بخلال فترة الكورونا، لأنه الصناعات كان ممكن توقف نتيجة بأنه ما في احنا عندنا مصادر للكارو ماتيريالز، وهي كانت مرتبطه بشيء بنسميه فيزيبيليتي بموضوع كوست، لانه احنا ما بنقدر ننافس الاسعار اللي موجوده بالفاب اي سواء الهند او الصين او غيرها. هلا صارت الاستراتيجيه والنظره مختلفه، لانه بطل الموضوع بس سعر، صفى الموضوع وصول ريتش. لو سكرت الحدود على مدى شهرين ثلاثه، كنا راح نواجه بالصناعه شيء بنسميه كسر لسلسلة الإنتاج نتيجة عدم وجود مواد خام. هلا اليوم معنا مجموعة من القامات العلمية، الأستاذ الدكتور خالد القاعود، دكتور المناعة في جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور محمد خليل، طبعا شرفنا بوجوده، دايركتور مانجر بأكديما وسابقا بكلية الصيدلة الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور ياسر البستنجي برضو من كلية الصيدلة الجامعة الأردنية وسابقا كان رئيس مركز حمدي منقو، والدكتور حاتم الخطيب طبعا من الباحثين المميزين كمان بموضوع الصناعة الدوائية نانو تكنولوجي. راح نمر اليوم بتقريبا أو راح نغطي اليوم بنعتبر أربع محاور. راح نبلش محور سؤال لكل دكتور معنا، فبترك المايك لحمزه. طبعا حمزه اورام بايوتك، يمكن احنا شركاء من البدايه بموضوع الويبنرز هاي، واحنا في بارتنر شيب بيننا وبينهم بكثير مواضيع. شركه بايوتكنولوجي برضو حبيبه، انشئت بخلال الفتره الماضيه وبيشتغلوا شغل مميز جدا بموضوع ال وموضوع المايك. حمزة، أشكرك دكتور خالد، الله يعطيك ألف عافية، وأهلا وسهلا بالحضور، بالضيوف وبالحضور المشاركين. نكون سريعين حتى نكسب الوقت. محورنا الأول يعني زي ما تفضلت أبو الوليد حيمر على الدكاترة. يمكن السؤال الأول حيكون للدكتور خالد القاعود. حابين نسأل إنه نفهم، هل كان تواجد الباحثين خلال فترة الحظر في مختبراتهم ضرورة؟ هل هذا كان سيكون له انعكاس على الظروف اللي في مجال على الباحثين المختصين بالتكنولوجيا الحيوية وهذول القادرين أكيد على العمل في مجال الفحوصات وتطويرها في الظروف المتعلقة بالكورونا؟ تفضل دكتور خالد. شكرا حمزة، بشكر أورام بايوتك و الجيب زي ما بقول عنها خالد دائما قامات واخوه زملاء ما شاء الله لهم باع كبير في البحث العلمي
وأظن أنه اختيار موفق، وجودي معهم هذا شرف كبير إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني رد على هذا السؤال، أنا بحاول دائما يعني بقسم هاي المرحلة اللي احنا مرينا فيها لثلاث مراحل. أعتقد المرحلة الأولى بسميها مرحلة ووهان، مرحلة ووهان بالنسبة للكورونا الآن نحكي والبحث العلمي، ومرحلة الآن ما بعد ووهان هي الفتح الجزئي، خلينا نقول اللي الآن احنا موجودة، أو الغلق الكامل وبعدين الفتح الجزئي. هاي ثلاث مراحل مرينا فيها بالأردن. احنا بالأردن مرينا أول ما بلشنا نسمع عن كورونا في شهر 1 و2، وبلشت الأخبار توصل للعالم عن الإصابات الموجودة. هلأ هاي المرحلة تميزت بصراحة بالضبابية، يعني ما كانوش الناس عارفين معلومات عن الوباء، حتى منظمة الصحة العالمية واجهت صعوبة فائقة في تحديد هل هذا وباء ولا جائحة، وأخذت وقت كبير حتى صنفت المنظمات المختصة. كان في مشكلة حقيقة واقعين فيها، والسبب حقيقة هو بجوز يعني نقص المعلومات اللي واردة من الصين وعدم الشفافية اللي بتتميز فيها هذا البلد. الآن في هاي المرحلة يعني كان في زي ما قلنا ضبابية، تميز فيها البحث العلمي والحديث عن البحث العلمي في الجامعات وفي المراكز العلمية والمراكز البحثية، زي ما بقولوا يعني بالصدمة وعدم الاستيعاب الموضوع لعدم وجود معلومات كافية. لاحظنا كمان في هذا الوقت إنه صار في استعراض، يعني صارت بعض الجامعات وبعض المراكز إنه تحاول تشجع الزملاء، أو حتى إنه يعني يعطوا الموضوع خلينا نقول أكبر من الإمكانيات. فتم تشكيل لجان زي ما سمعنا، لجان للتعامل مع الوباء، لجان لإيجاد مطعوم، لجان لإيجاد أدوية. وإحنا بنعرف كباحثين يعني في الجامعات شو الإمكانيات المتوفرة، إمكانيات حقيقة يعني ممتازة من ناحية البحث العلمي على مستوى الأردن والعالم، لكنها متواضعة في موضوع إنتاج الأدوية واللقاحات لمرض مثل فيروسي مثل مرض كورونا. الآن زي ما حكينا هاي المرحلة هي المرحلة ما قبل الإغلاق. الآن إحنا فعلا ما استعدينا في هذه المرحلة ولا اقتنصنا الفرصة، وكان في إعلان عن دعم مشاريع بحثية، لكن أنت إذا بدك تكتب مشروع بحثي تحتاج إلى 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 أسابيع حتى تنتج مشروع بحثي جيد وتقدمه. ففوجئنا بقضية الغلق التام. الغلق التام كان على مستوى الأردن بشكل رئيسي، كالأردن بدأت من أول الدول اللي عملت الغلق التام، ودول أخرى لحقت بها، لكن هذا الكلام أثر على العالم كله مش فقط على الأردن. وفي موضوع الغلق، في موضوع الغلق الآن شفنا كلنا إنه نحن لم نستطع الوصول إلى جامعاتنا، يعني إحنا كباحثين في الجامعات لم نستطع الوصول إلى الجامعات لأنه كان هنالك حظر شامل. حتى على مستوى الحصول على تصاريح، يعني أنا تقدمت مثلا عن طريق الجامعة، طلبت يعني أن يكون في تصريح حتى يعني خلينا أقول أحافظ على المخزون الخلوي اللي موجود بالليكويد نيتروجين، أقدر أروح أعبي ليكويد نيتروجين. وكان في صعوبة، يعني تم المساعدة بسيارات حركة من الجامعة وبمساندة كبيرة، لكن ما كان في تصاريح للحركة. وأذكر قصة حتى بنظل نتندر فيها، رحنا على التكنولوجيا لأنه جهاز النيتروجين كان متعطل في اليرموك، وذهبنا إلى التكنولوجيا وأقفتنا الدورية، فقالوا إحنا وقفنا نواب يعني طالعين بدون، كان أيامها تتذكروا كان في نواب أو أحد النواب وقف لأنه كان هو معوش تصريح شامل، فإحنا وقفنا نواب وبدنا نوقفكم يعني عن شكوى عامة كانت من كل الباحثين. وإذا أنا بس بعمل، إذا بدي أعمل شير أو أرجيكم بعض الأشياء اللي أنا وجدتها في الميديا على سبيل المثال، هيك شيء بسيطة جست يعني فور فن زي ما بقولوا، ما ظهرش إشي صح، ما في شير الظاهر. أوكي يعني هذا مثلا هون أكمل هيك تمام.
يعني هون بقول مثلا تقرير when corona closes your lab can science go on. بصراحة science cannot go on. احنا يعني في مرحلة الغلق كان الهدف الرئيسي انه نحافظ على التدريس، يعني نقوم بالمهمة الرئيسية اللي بتقوم فيها الجامعات وهي عملية التدريس، المهمة الرئيسية وهو التعليم عن بعد. والتعليم عن بعد اخذ منا جهد كبير جدا، كل الزملاء بأكدوا على أنه التعليم عن بعد هو كان مرهق لأنه كانت تجربة جديدة، وكان تجهيز المساقات وتجهيز الملفات والتعامل مع الطلبة 24 ساعة كان مرهق جدا. ولذلك وكان كذلك كثير بصراحة مناقشة تليفونية، بجوز لاحظتوا أنه كلنا كان رصيدنا ينتهي قبل نهاية الشهر، رصيد المكالمات، والسبب أنه كانوا الزملاء كثير يحكوا مع بعض ويحاولوا أنه يوجدوا خطط بحثية ومشاريع بحثية يتم الاتفاق عليها، لكن هاي لم تكن تاخذ عمليا من ناحيه عمليه اكثر من 1%، والباقي كله عباره عن تعليم وتدريس. هنا مثلا بضرب لكم مثال، احد الباحثين في بعض في مختبر كانوا بياخذوا سترينز من الايكولاي من سنه 1988، بيعملوا لها سب كلتشر حتى يشوفوا شو الميوتيشنز راح تصير فيها لمده من 1988، يعني بنحكي عن مده تزيد عن قديش، يعني بده يكون 30 عام، ما يزيد عن 30 عام 32 عام. الآن وضعت في الفريزر، فجأة وضعت هاي البكتيريا في الفريزر لأول مرة بعد هاي الفترة، فلذلك توقف هذا المشروع تقريبا بالكامل. هذا الأمر انعكس على كل الأصعدة بصراحة البحثية في جامعاتنا في مرحلة الإغلاق التام. الآن جاءت مرحلة الثالثة، هي مرحلة الفتح الجزئي اللي الآن احنا بنعيش فيها. في مرحلة الفتح الجزئي الحقيقة انه الموضوع الآن عدنا للعمل، لكن المشكلة كانت في التوريد. المشكلة في التوريد، المشكلة في دعم البحث العلمي، ما زلنا نعاني، يعني زي لفاق من الصدمة وهو مش عارف إيش بصراحة الإجراء اللي بده يعمله. الزملاء اللي قدموا لمشاريع بحثية وأخذوا دعم الآن سيحتاج إلى وقت من أجل وصول الدعم والبدء في المشاريع. فنحن الآن في مرحلة اللي هي مرحلة إعداد النفس من أجل البحث العلمي في مرحلة في مرحلة الفتح الجزئي وما سيتبعه من فتح عام. الآن بدي أحكي كلمة أخيرة بالنسبة للموارد. الآن البحث العلمي ليس فقط، البحث العلمي مش بس باحثين موجودين في جامعات وبيخططوا. البحث العلمي عبارة عن مساعد بحث، عبارة عن support system اللي هو في الجامعات، نظام المشتريات، نظام التوريد، نظام التوريد الخارجي، وهذا كله بصراحة في مرحلة الغلق عطل بالكامل، الآن عاد إلى العمل. السماح للباحثين بالعودة أو لمساعدين البحث بالعودة إلى الجامعات وجدنا صعوبة فيه، الآن بدخلوا من أيام للجامعات، وإحنا الآن بصراحة في مرحلة خلينا نقول التعافي من مرحلة الغلق التام، ولكن لا يوجد شيء واقعي، بحث واقعي على الأرض، هي البدايات. هاي المواضيع صراحة اللي أنا حبيت أحكي فيها كجواب على السؤال الأول. في موضوع الفحوصات أعتقد إله سيشن ممكن نغطيها بعد هيك، السيشن اللي هي في موضوع الفحوصات ممكن نجاوب على الأسئلة بتفصيل أكثر إن شاء الله. هيك الوقت مناسب خالد بالنسبة للسيشنز؟ تمام، تجاوزت؟ لا ما في مشكلة، إحنا معنا بارك الله بهمنا كمان توصل معلومة كاملة. تمام دكتور، الله يعطيك العافية دكتور خالد. احنا الله يعافيك. تفضل حمزة. نتوجه بسؤالنا للدكتور ياسر. دكتور ياسر، حسب رأيك ايش هي التوجهات اللي راح يتوجه إلها الباحثين في المجال البحث العلمي التطبيقي لما يرجعوا لمختبراتهم وجامعاتهم، وين ممكن يروحوا؟ الله يعطيكم العافية، الله يمسيكم بالخير، وشكرا لكم على هاي الندوة اللطيفة، وشكرا على الاستضافة. يعني هو الموضوع البحث العلمي يمكن حكى عنه الدكتور خالد بشكل جيد، وعن المشاكل اللي صارت في هاي الفترة والفترة الماضية. الآن ما بعد اللي هو فترة الحجر وما بعد هاي الفترة، قطاع البحث العلمي وقطاع الأكاديمية زيه زي أي قطاع آخر في البلد اتأثر أو في العالم كله. وللأسف إحنا يمكن كمان النظام أو اللي هو السياسات البحث العلمي والدعم كلياته هذا قد يكون من أكثر القطاعات هشاشة، فأي أزمة كان رح تأثر فيه وأثرت فيه بشكل ملحوظ.
الآن اللي التوجهات في الجامعات أو على الأقل في الجامعة اللي احنا فيها بلشنا نشعر في تأثيرها بشكل فوري، إن مثلا تقنين إذا مش إيقاف الدعم البحث العلمي. يمكن الدكتور حكى دكتور خالد عن فترة الحجر وعن الكول اللي صار من التعليم العالي للبروبوزلز، ويمكن أنا من الناس اللي تمكننا وقدمنا، بس بصراحة ما يعني ما صارش نصيب إنه مثلا والله نأخذ هذا الدعم. ولما حتى شفنا مقدار الدعم اللي صار كان دعم متواضع بصراحة، ما بيلبي ولا بيعمل أي شيء من حتى الأبحاث المدعومة. يعني الأبحاث المدعومة اللي شفناها التايتل ساعتها كثير رائعة، وأعتقد بدها يعني مبالغ ضخمة حتى أنها تقدر تحقق أي هدف من أهدافها. الآن الفترة الجاي هاي أنا أعتقد راح تكون فترة عصيبة وراح تكون صعبة بالنسبة للباحثين اللي بيحاولوا أنه يعملوا أبحاث تطبيقية، يعني في مجالاتنا إحنا في مجالات الصيدلة، لأنه هاي بتحتاج إلى زي ما بتعرفوا دعم مالي كبير، طبعا غير الدعم اللوجستي وغير الدعم الإداري وهاي الأشياء الثانية اللي هي ممكن برضو كمان من معوقات ومن التحديات تحت البحث العلمي. فأعتقد أنه راح يكون في عنا يعني تحديات كبيرة في هاي الأنواع من البحوث اللي ممكن تدفع كثير من الباحثين إنهم يتجهوا لاتجاهات ثانية، زي أبحاث اللي ما بتتطلب دعم مالي، ما بتتأثر أبحاثهم بأحكي لك بالفترات القادمة، لأنه إحنا لسه في فترة ضبابية. يعني الكورونا ما انتهى، الحجر ما انتهى، الدكتور حكى دكتور خالد عن الأزمة العالمية في البحث العلمي وعن المشاكل اللي واجهته، هاي احنا كلياتنا شفناها، انه طلابنا يعني اللي كان بيشتغل على بعض التجارب لاربع خمس اشهر اضطرينا انه يخسرها كلها. كثير من الخلايا والتجارب راحت بصراحه، وهاي كانت كلفتنا يعني الاف الدنانير، وعمليه اعادتها كمان مش بهاي السهوله، بدها فترات زمنيه وبدها دعم. وإحنا في فترة زي ما حكينا لسه مش عارفين شو يصير في المستقبل. يعني الآن أي تجربة بدنا نبدأ فيها بده يكون مخططة لثلاث أربع أشهر أو خمس أشهر، بتعرف شو اللي رح يصير فيهم إذا تكررت نفس القصة ونفس السيناريو، رح يكون في كارثة. وللأسف برضو الدكتور خالد يعني حط إيده على كل النقاط اللي هي الأوجاع تاعت الباحثين، إنه قطاع البحث العلمي كان من أقل الأولويات، ومن أو ملف البحث العلمي كان يعني بتشعروا إنه مش أولوية نهائية عند صانعي القرار. يعني إحنا مع احترام لكل الناس اللي التجار البائعين اللي عنده أي محل تجاري صغير كان بيأخذ تصريح دكتور بالجامعة، للأسف يعني أصحاب القرار إنه بيشوفوا إنه والله هذا مش أولوية تعطيه يصل مختبره على مستوى، يعني كان اللي بده يوصل عشان الخلايا ونحط ليكويد نيتروجين على الخلايا، كنا بنتصل يعني على مستوى رئيس الجامعة انه يأمر ويتحرك سيارة للموظف ويتنسق، وكأنه بدنا اشي كبير جدا، بالرغم من انه المفروض انه في هاي الأزمة الباحثين ظلوا على رأس عملهم، لانه ما في اي مشكلة اني اصل انا مكتبي وأنه الباحث أو طالب الدراسات العليا في المختبر يصل للمختبر، لأنه إحنا في تباعد اجتماعي أصلاً. فللأسف التعامل مع ملف البحث العلمي كان أنا بعتبره كان في يعني خلينا نحكي إهمال، ما بعرف ليش ما كان أخذ بعين الاعتبار اللي هو البحث العلمي والدراسات العليا والأبحاث كلياتها. تركز عمل الجامعة على التعليم عن بعد، يعني هذا بده يمكن شرحه وندوة ثانية لحالة حتى إننا نحكي فيها. أنا بعرف يعني هيك أنا يمكن أجبت عن السؤال أو التساؤل أو لا. نعم دكتور. نعم دكتور الله يعطيك العافية. أسئلة بخلاف بين المحاور أكيد راح نترك للحضور. سامعيني؟ دكتور هلا راح يكون في طبعا ما هو في محاور ثانيه وراح يكون في اسئله، دكتور خالد دكتور سامعك دكتور احنا سامعينك دكتور هلا احنا بالمحاور الثانيه كمان راح يكون في مجال ان
يصير في إلقاء للضوء لحيثيات أكثر بموضوع فترة الكورونا. هلا يمكن بدنا نتوجه للدكتور محمد خليل ونترك مجال لحمزة. نعم دكتور محمد، الكلام كله اللي صار خلال الجائحة كان يعني أكثر، خلينا نقول المصطلحات من النقاشات اللي هي عن الأدوية واللقاحات. كونك أستاذ أكاديمي سابق ومدير عام لشركة أكدمة ولها أكيد مساهمات مع شركات أدوية في الدول العربية كثيرة، هل تعتقد أن الصناعات الدوائية العربية عامة والأردنية خاصة قادرة أو لديها القدرة فنيا وماديا على الدخول بأي سباق بمجال اللقاحات والأدوية مع شركات الأدوية العالمية؟ تفضل دكتور. مساء الخير، بداية أشكركم على الدعوة، أنا فخور جدا بالتواجد معكم وضمن مجموعة من العلماء اللي نفتخر فيهم دائما. بالنسبة للسؤال هذا خليني نحكي بدون مجاملة فعليا، إنه الأمن الدوائي طبعا مهم جدا، وهذا فعليا الحمد لله إحنا بالأردن حققنا في درجات متقدمة فيه، ولذلك يعني نفخر إنه لما دعت الحاجة لبعض أنواع الأدوية إنه طلعت إنها مفيدة للكورونا، كان في عندنا شركات إنه والله منتجة لهذا الدواء. هذا فعليا كان فخر فعليا، ليس فقط للشركة نفسها بس لكل الأردنيين، حتى إنه فعليا جلالة الملك قدم هدايا من هذا الدواء لحد معرفتي إلى 7 دول عربية على الأقل. فإذا الأمن الدوائي مرتبط بعدة أنواع أو كلاسز من الأدوية. الحمد لله إحنا بالأردن نجحنا، وإلى حد ما في المنطقة العربية بس الأردن إلها أيضا خلينا نحكي متقدمة في هذا المجال، نجحنا إنه فعليا نكون متقدمين في الجينيريك إندستري أو الأدوية فعليا للجنيسة. طبعا الأدوية الآن متعددة، في الآن عندنا الأدوية البيولوجية وفي منها الأدوية اللقاحات. للأسف اللقاحات فعليا واللقاحات البشرية إحنا لازلنا متأخرين فيها، وما في عندنا تجارب فعليا خلينا نحكي حقيقية لإنتاج أي لقاح. حتى الشركات فعليا الموجودة، في عندنا شركة مثلا في السعودية هي عبارة عن فيلينج، يعني عبارة عن فقط تعبئة اللقاحات البشرية، ما وصلنا إنه فعليا شركة تنتج فعليا اللقاح والمعرفة في هاي اللقاحات من ناحية الصناعية طبعا نحكي إنها ضعيفة. هذا للأسف ما واجهناه فقط في كورونا، للأسف إنه هذا واجهناه لما صار الإنفلونزا، الطيور إنفلونزا الخنازير. يعني للأسف قبل أكثر من 10 سنوات لما كانت كثير من دول العالم نجحت إنها تنتج الفاكسين، واللي هو فعليا هذا لقاح سهل أو الفاكسين للإنفلونزا. طبعا احنا بنحكي بوجود الدكتور خالد هو في علم المناعة ويعلم هذا الحكي، إنه فعليا الفاكسين إنتاجه نظريا سهل، بس للأسف ما في ولا أي مصنع أو شركة دوائية في كل الوطن العربي نجحت إنها تنتجه. بينما وجدنا شركات سواء كانت في أفريقيا في جنوب أفريقيا ولا في رومانيا بأوروبا في آسيا، كلهم نجحوا إنهم ينتجوا هذا الفاكسين، بينما إحنا لجأنا للشركات الكبرى حتى يزودونا بهذا المطعوم طبعا بمبالغ كبيرة. الأصل إنه إحنا أخذنا الدرس من ذلك الوقت فعليا، وإن إنه كنا على استعداد إنه يكون في عنا بلاتفورم لإنتاج هاي الفاكسينز. للأسف هذا ما صار. خليني أقول أختصر الإجابة فعليا إنه بموضوع اللقاحات نحن بعيدين على المنافسة لإنتاج لقاح، لأنه هذا لا يعتمد على جهد أشهر أو سنوات قليلة، هذا بده فعليا جهد طويل وبده إنفراستراكشر كثيرة إنه فعليا حتى يكون إحنا قادرين على إنتاج هاي اللقاحات. بالأدوية الأخرى لا، يعني
الحمد لله وضعنا أفضل. يعني إحنا الآن مثل ما حتى لو ذكرنا الأسماء زي ما ذكرنا إحنا الآن يعني فخورين فيهم أصلاً كشركات، إنه والله مثل الحكمة ما كانت تنتج الهيدروكسيكلوروكوين وهذا فعلياً كان متوفر في السوق وهي تبحث عنه، وسعر المادة الأولية ارتفع من 300 دولار 500 دولار للكيلو. في شركات على الدواء حتى الجديد الفافي بيرافير أو الأفي أعلم أنه أيضا شركة سنة أنتجت أو طورت الملف والآن في طور الإنتاج أو تسجيله، وهذا فعليا مستحضر مهم جدا الآن أثبت فعاليته لعلاج كورونا. فإذا من ناحية إنتاج الأدوية الجينيريك أو الأدوية الجنيسة الحمد لله إحنا في قدرة كبيرة على إنتاجها، بس اللقاحات للأسف لابد من تطوير إنفراستراكشر، وما أعني بالإنفراستراكشر لا يكفي فقط مصنع لإنتاج اللقاح، لابد أنه يكون فعلياً عندنا مختبرات كافية، مختبرات مثلاً إذا بنحكي على الكورونا أو غيره من الفيروسات لابد يكون في عندنا مختبرات لهاي الفيروسات، أنه فعلياً نقدر نقيم الفاكسين قبل ما نقيمه داخل البشر، نقيمه على الأقل خارجياً ونقيم فاعليته. فنتمنى أنه إن شاء الله بالمستقبل هاي الجائحة شجعتنا أو على الأقل أشعرتنا بالخطر إنه ضرورة تطوير هذا النوع من الأدوية. شكرا دكتور، شكرا على الإجابة. نعم دكتور، شكرا. دكتور حاتم على عند المايك مع حضرتك والسؤال عند حمزة. سلام سمعنا دكتور، يعطيك العافية دكتور حاتم. بخصوص دكتور حاتم دكتور السؤال الأخير بهذا السيشن، حسب رأيك وخبرتك حسب رأيك وخبرتك بالتعامل مع القطاع الصناعي، هل يوجد ثقة متبادلة بين الطرفين، واقصد بالطرفين بين الباحثين والقطاع الصناعي، على التعامل مع احتياجات القطاع وتلبيتها ضمن الظروف والإمكانيات والوقت المتاح لنا في هذه المرحلة؟ تفضل دكتور حاتم. الصوت كاتم عندك دكتور، مش انت يمكن حاط كاتم دكتور. ايوه هيك تمام. تمام. دكتور. يعطيكم العافية، مساء الخير جميعا، وشكرا دكتور خالد حمزة، الله يعطيكم العافية، والله يعطيكم العافية زملائي برضو كمان في المجموعة في البانل. السؤال بصراحة يعني مثير للاهتمام عندي أنا، لأنه إذا بدنا نتكلم عن ثقة، إحنا فعليا بدنا أن نفكر هل في هناك تجربة سابقة، هل في هناك تعاون أصلاً ما بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، مش بس في مجال الصناعات الدوائية والأبحاث في مجال الصيدلة والعلوم الطبية، لا في كل المجالات. في وجهة نظري الشخصية إنه يمكن إنه مش لازم إنه نسأل الآن عن الثقة، لأنه ما أعتقدش إنه في هناك أصلاً تجربة ضخمة أو تجربة حقيقة ممكن أنه ينبنى عليها قرار بالثقة أو عدم الثقة من قبل الطرفين في بعض. بدنا أن نفكر في الموضوع حقيقة من ناحية أنه شو اللي عم بيصير حاليا، إيش هي ديناميكية العلاقة ما بين الصناعة الدوائية وما بين الأكاديمية، وما بين الصناعة بشكل عام وما بين الأكاديمية بشكل عام. إذا بدنا نفكر في هاي العلاقة بدنا نشوف أنه حقيقة في عنا إحنا عرض وطلب. الطلب يمكن بيتمثل في احتياجات الصناعات. إذا إحنا بدنا نيجي نتفرج على الصناعات الموجودة عنا في الأردن أو حتى في المنطقة، يمكن زي ما تفضل قبل شوية الدكتور محمد خليل، رح نلاحظ أنه الصناعات عم تشتغل رغم فخرنا فيها، وبالتأكيد نحن فخورون بصناعاتنا، لكن أنه رح نشوف أنه عم تشتغل دائما على مستوى أساسي من 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 التكنولوجيا، وقصدي فيه يعني basic level، أبسط مستوى من التكنولوجيا بيمكنها إنها تنتج مستحضراتها سواء دوائية أو غير ذلك.
فإذا بدنا نيجي نفكر في الصناعات الدوائية وهي عم تشتغل مثلاً على أدوية سريعة المفعول لمواد فعالة تم تطويرها من قبل شركات أخرى ضمن نظام الأدوية الجنيسة أو ضمن نظام التصنيع الدواء الجنيس اللي أشار له الدكتور محمد خليل، رح نشوف أنه حقيقة يمكن أنه الحاجة للأكاديمية رح تكون في حالاتها أو في مستوياتها الدنيا. إذا أنت تشتغل على تطوير مستحضرات لا تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، بالتأكيد ما رح تحتاج للمعرفة المتقدمة اللي أصلاً وظيفة الأكاديمية أنها تنتجها وتدرب الناس عليها، تدرب طلابها عليها، تدرب الفنيين، تدرب الخبراء عليها. هذا بيقلل بشكل كبير من الطلب. بنيجي نتفرج من الجهة الثانية على العرض، إيش هي حالة الأكاديمية وإيش اللي بإمكانها إنها تقدمه للصناعة بشكل عام. راح نلاحظ إنه الأكاديمية وهي نقطة أشار لها برضو كمان دكتور خالد والدكتور ياسر، فيها كفاءات حقيقة متميزة وبنعتز فيها، ولكن في نفس الوقت بتعاني من انه في هناك اندر فاندينج لهي الاكاديميه. الفاسيلتيز حقيقه يمكن ما تسمح لهي الاكاديميه او لهذا القطاع الاكاديمي قطاع البحث العلمي بحقيقه تطوير تكنولوجيا. شنو واحد على ثلاثه؟ تطوير تكنولوجيا عفوا. التمويل او اتش دكتور خالد اعتقد في يمكن تداخل في الصوت. تمام هيك. تمام. فاحنا بنتكلم عن الاكاديميا وقدرتها انها تعطي حلول، الان ما راح تقدر انها تعطي حلول اذا كما كان في هناك فاسيلتيز مختبرات متطوره مجهزه، مش راح تقدر انها تعطي حلول اذا ما كان في هناك بنية تحتية على سبيل المثال من ناحية مثلاً سبورت ستاف، المينتنانس ستاف إلى آخره، بحيث إنها تتمكن إنها تجاوب على أسئلة الصناعة إن وجدت. فعم بنشوف إنه إحنا الآن أمام معضلة، في عنا مشكلة في العرض وفي عنا مشكلة في الطلب. فالسؤال حقيقة عن قضية إنه هل في هناك ثقة؟ أعتقد إنه في هناك خلينا نحكي احترام متبادل ما بين الصناعة والأكاديمية، لكن هل في هناك العلاقة اللي احنا بنتمنى انها تكون موجودة؟ وهل في هناك مثلا التجربة خلينا نحكي الاكستنسيف اكسبيرينس اللي بناء عليها راح تكون في هناك ثقة؟ انا للاسف ما اعتقدش انه هذا موجود. يمكن انا اسف حمزه انه انا ما جاوبتش على سؤالك بثقه او مش ثقه، لانه ما اعتقدش انه يمكن القضيه هي ثقه او مش ثقه. الاكسبيرينس احنا عم بنعيش بوضع احنا عم بنعيش بوضع بحيث انه حقيقه مش عم نعمل انيبلينج للاندستريال اكاديميك انتر اكشن. اذا ما في هناك انيبلينج للاندستريال اكاديميك انتر اكشن، اذا ما في هناك الانفايرمنت الجو العام اللي بيسمح بالتفاعل هذا ما بين الاكاديميا والصناعه، حقيقه ما رح نوصل لمرحله انه يكون في هناك ثقه. فيمكن هذا رايي انا في الموضوع من خبرتي الشخصيه، يعني هذا ماي اون بيرسونال تيك على اكيد. يعطيك العافيه. شكرا دكتور. أهلا حمزة. هلأ قبل ما ننتقل للمحور الثاني، في عنا دكتور معمر شاهين من جامعة الخليل، طبعا أكيد بتعرفوه، فهو حاب يدخل بمداخلة. دكتور معمر أنت معنا؟ أنا معك. السلام عليكم. أهلا دكتور. ذكرياتك. أهلا وسهلا. كيف الخير؟ شبابنا في الجامعة الأردنية علينا. شو أخبارك؟ الله يحفظك. والله الجميع بيعاني. بدي أبلش من آخر شيء حكى عنه دكتور حاتم، هو مش تفاهم أو ثقة، هو في شيزوفرينيا أو فصام، أو فيش تفاهم بين الأكاديمية وبين هذا، من ناحية إنه جامعاتنا
مش سيستماتيكلي مبنية إنها تعمل بيتنس. يعني أنا داومت واشتغلت في أحد الجامعات العالمية نكون نشتغل على البكتيريا على المشروع. من الأشياء اشتغلنا عليها الألفا ليبويك أسيد اللي هو الآن صار دواء. أنا أروح بعد شهر على مختبري في الشطار وين راح شركة اشترت البروجكت والسلام عليكم. إذا في دفع بهذا النوع في سيستماتيك أبروتش لأنه إحنا نعمل إشي قابل للتطبيق translational medicine evidence based medicine أو site to bedside bedside to bedside. كمان مداخلتي كانت بالنسبة للفند. الفند مش أساسي. أنا يعني إلي 11 بحث الآن منشورات عمري ما اعتمدت على الفند الحمد لله لأنه كلينيكال وحكي وبيعرفوا جماعة الكلينيكال بدناش كثير. إحنا أكمل مريض وحلل الداتا تاعتهم أو أعمل randomized control trial أو أعمل cross-sectional study بدناش فند. لكن حتى هذا دكتور خالد وحكي للجميع اتوقف تماما الآن سواء طلابي أو الجماعة اللي بيشتغلوا معايا أكثر 4-5 مجموعات كلها وقفت لأنه كنا نشتغل مثلا على الكانسر بيشنت وكنا نشتغل على المستشفيات جنب إلى جنب كله توقف الآن لأنه الناس خايفين أنهم يروحوا أصلا على المستشفيات. الواقع مرير جدا. على الجانب الآخر مش هطول عليكم على الجانب الآخر العالم ما وقف. إحنا وقفنا العالم ما وقف للأسف والفاكسينز والحصص something wrong. أنا مش عارف وين النقطة هاي ليش إحنا اللي وقفنا العالم ما وقف. مختبرات ألمانيا وبريطانيا وكندا ويونيفرسيتي في تورونتو ويونيفرسيتي يونيفرسيتي في ميشيغان ما وقفوا أبدا. فإحنا أصلا بنيتنا التحتية غير مهيئة للحالات العادية. إيش حال للحالات الطارئة ناهيك عن اللي تفضلوا فيه الإخوان من إنه المحاضرة الأونلاين بتزعجك وبتأخذ منك 4 أضعاف الوقت في غياب الفيرتشوال كاباسيتي والهاي تيك والهولوغرام والانتر اكتف. انت قاعد بتحكي لطلاب حط المايك وطاف الكاميرا لانها محجبة اذا فتحت الكاميرا اكن هوا في الخليل. فلا سوى انا هلا بدنا نرجع للدكتور خالد القعود. دكتور خالد طبعا يعني احنا لما نحكي أستاذ المناعة بالأردن أول واحد بخطر بالبال الدكتور خالد القاعود. طبعا باع طويل يمكن قبل أكثر من 13 سنة كان لك أبحاث من خلال جامعة اليرموك بمواضيع الأنتي بوديز بالذات بحليب الجمال وكنت بنا نعتبر بأكثر من مشروع تم تسجيلهم كبراءة اختراع بنا نعتبر يعني حتى خارج الأردن عالميا. هلأ هذا الموديل دكتور ممكن أنه يكون نوال شراكة مع قطاع صناعي. إيش ممكن البناء عليه ممكن حاليا بعد الكورونا بالذات أنه الاختصاص هذا إحنا قاعدين بنروح باتجاه قريب لحاجتنا بالذات بمواضيع سواء كانت لقاحات أو كانت فحوصات أو غيره. تفضل دكتور. التخصص في الحقيقة يعني احنا اليوم بنمر بمشكلة عدم وجود علاج دواء مباشر لعلاج فيروس كورونا المستجد او مطعوم. والسباق الان المحموم عالميا على هذا الموضوع هو الوصول الى مطعوم او علاج. وزي ما شفنا كيف الشركات الان تتنافس وزي ما قال زميلنا الفاضل من الخليل يعني الشركات تتنافس ولم تتوقف لا ليلا ولا نهارا عن هذا العمل. الآن أنا بصراحة يعني اللي بنحكي عنه إحنا وبجوز حكينا في اللقاء السابق عن أنواع الأدوية أو أنواع هذه المطاعيم أحد الأشياء اللي ممكن استخدامها للتعامل مع كورونا هو استخدام الأجسام المضادة. الأجسام المضادة اللي ممكن تعمل معادلة للفيروس ونيوترلايزيشن للفيروس وتمنع أنه الفيروس هذا يتكاثر داخل الخلايا اللي هي بنسميها احنا الباسيف ايمونايزيشن انك تعطي الاجسام المضاده مباشره للمريض بكورونا. بنعرف الان البلازما ثيرابي هي هذا جزء منها لكن ممكن تحضيره على شكل دواء. نعود الى السؤال اللي سالته هي الفكره بدات بال 2007 وكان الدعم من المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لفتوا اهتمامنا بصراحه وكنا بادئين بمشاريع على الاجسام المضاده في الجمال او في النوك.
وبنعرف انه هذا الموضوع يعني الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في كتابه العزيز افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ففي في في الان في خلق الابل في خلق الابل فيها مغزى وفيها ايات كبيره. وللاسف هو اللي اكتشف هذا الموضوع عالم هولندي بال1993 وجد انه في اجسام مضاده اصغر من الاجسام المضاده الطبيعيه سموها الهافيتشين اونلي انتيبوديز، يعني تتكون فقط من سلسله ثقيله ولا توجد سلسله خفيفه للاجسام المضاده. فهي الاجسام المضاده الان ما دامت اصغر حجما ويمكن صناعتها بالبكتيريا لانها هي لا تحتاج الى بوست ترانسليشنال موديفيكيشن وما ادراك اللي نحتاجه في 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 الماميليان سيلز. فشكلت هو عباره عن شيء الان بلاتفورم او اليه ممكن انها تستخدم في العلاجات. وهذا الموضوع احنا بدانا فيه، وبرضه يعني انا بجوز حضرت شيء انه جست تو شير في هذا الموضوع فور يعني فيو مينتس، انه احنا استفدنا من هذا الاكتشاف اللي بموضوع الاجسام المضاده اللي هي اصغر حجما وستيبل ويمكن وضعها على البنش على الطاوله بدون ما تكون داخل ثلاجه، فممكن هذا يعتبر علاج بيولوجي لا يحتاج الى تبريد، وكذلك تصل الى مواقع كثيره داخل الجسم. واستفدنا من هذا الشيء وعملنا ابحاث بصراحه على مستوى الجامعه، وبعدين زي ما بتعرف هذه الابحاث نقلت الى القطاع الخاص لشركه، وكانت البدايه اثبتنا بان هذه الاجسام المضاده ممكن ان تعالج السالمونيلا وتمنع انتشارها داخل الجسم. اشتغلنا على بعض الريسبترز اللي موجوده اللي ممكن عن طريقها انه نمنع انتشار الخلايا السرطانيه، وهاي فيها ببليكيشنز، هاي معظم الببليكيشنز الموجوده الان عندنا. عملنا كاركترايزيشن لهي الانواع من الاجسام المضاده خلال الفتره الماضيه، كذلك رحنا باتجاه الكلينيكال واستخدمناها وانتجنا اجسام مضاده في الجمال ضد الاي جي اي، بحيث انه الاي جي اي ما يمسك في الريسبترز، ولذلك احنا بنستطيع نوقف الاليرجي والازمه عند المرضى. وهذا البحث برضه نشرناه في مجله علميه، لكن للاسف لم يتوفر الدعم الكامل لانتاج ريكومبيننت انتيبوديز حتى انه نستطيع ان نستكمل هذا الموضوع. بعد ذلك زي ما حكينا الان تم تسجيل براءات اختراع في استخدام حليب الجمال بعد الايمينايزيشن، لانه انا ما باخذ حليب من الجمل مباشره وانما بقوم بعمليه تطعيم الجمل او فاكسينيشن او الايمينايزيشن بالبكتيريا اللي انا بدي امنعها، مثلا بالكورونا بدي اخذ انتيجينات من الكورونا احقن الجمل حتى احصل على انتيبوديز، وبعد ذلك استخدم هاي الاجسام المضاده في العلاج. فهذا الموضوع الان بصراحه احنا كتبنا فيه مشروع كبير تم تقديمه للكول اللي سموها كورونا كول في المجد في صندوق دعم البحث العلمي، وكانت الفكره بصراحه انه احنا ننتج هاي الاجسام المضاده من الجمال ومن النوق ونحصل عليها على شكل، لانه انت ما بدك تضلك ترجع للسورس تبعك، بدك تروح بعد شويه على ايش، بدك تروح على ريكومبيننت بروتينز، على انه ننتجها في داخل الخلايا الحيوانية ونعمل منها عملية مزارع كامل وإنتاج متواصل اللي هو continuous production لريكومبيننت بروتينز. الموضوع معقد، في شيء اسمه فيج ديسبلاي بدخل بالموضوع، وبعدين السليكشن انت تحتاخذ الانتيبوديز وتوديه باي بلازميد على الماميليان سيلز تبدا البرودكشن. وبصراحه كان هدفنا كمان مشكله واجهت الاردن هي هاو تو تيست اني ريكومندد دراجز او ريسيرش برودكت از دراج فور كورونا. ما عندنا احنا لابوراتوريز مجهزه اللي هي ليفل 4 عشان نعمل ستاديز. فكانت الفكره كمان من جزء من المشروع المكتوب انه احنا نطور تيستينج عن طريق السودو فايروسز، نستخدم السودو فايروس حتى ان ننشئ لاب لكل الاردن بحيث انهم يقوموا باختبار اي دواء او مطعوم ضد فيروس كورونا، وهذا الشيء ببلشت يعني ممكن عمله بالاردن. والجزء الأخير كان من المشروع هو أنه نعمل formulation، وإحنا عبارة عن 5 جامعات بصراحة قدمنا هذا المشروع، لكن زي ما كان الدكتور ياسر للأسف ما يعني اكتشفنا في النهاية أنه كان الكول عبارة عن يعني نوع منه دعاية، وأنه أنتوا يعني أي باحث عنده أي مشروع كبير إحنا مستعدين ندعمه، بس مجموع البحوث التي قدمت وأخذ الدعم قد لا يتجاوز 50,000 دينار يعني تقديري أنا الشخصي، وهذا بصراحة لا يكفي لشراء جهاز او لعمل اكسبيرمنت واحده. الان كيف ممكن نروح على الصناعه؟ بديش اطول عليكم اكثر من هيك. كيف ممكن الصناعه انها تستفيد من مثل هاي الابحاث؟
بصراحة الصناعة يجب أن تستثمر، يعني الآن إذا الصناعة والقطاع الخاص بده يستثمر في مشروع زي هذا يجب أن يدفع. المشكلة اللي هي الثقة بين الصناعة وبين الأكاديمية، إحنا الآن نروج كأكاديميين لمثل هذه المشاريع وما زالت المشكلة قائمة، الأولى الثقة، وثانيا اللي هي قابلية أو إرادة إرادة شركات الأدوية أو البيوتكنولوجي إنها تروح باتجاه دعم مثل هذه المشاريع الكبرى اللي بالنهاية أنت بحاجة إنك تعبر من خلال كلينيكال ترايلز وريجستريشن لهذه الأدوية واللي فيها ريسك كبير وفيها مدفوعات كبيرة. وأظني إنه بالعالم العربي زي ما حكى الدكتور محمد ما في شركة مستعدة إنها تستثمر في هذه المشاريع بسبب وجود الريسك العالي. لما كنا نروح للشركات نقول في عندنا أفكار يقول لك قديش بدك، تقول له بدي مثلا 2-3 مليون، يقول لك أنا بشتري عقارات وببيع عقارات وبجيب أرباح خلال 6 أشهر بدل ما أنتظر 10 سنوات أو 15 سنة. هذا الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، في له حل إن شاء الله ما بعد كورونا، ولكني لست متفائلا كما قال الزملاء السابقون، مش متفائل إنه ما بعد كورونا سيكون أفضل بالنسبة لنا في الأردن. وجزاكم الله خير. شكرا دكتور، شكرا على الإجابة. دكتور ياسر معنا. دكتور ياسر، السؤال أكثر من جزئية كونه، وخلينا نحكي عن خبرتك السابقة أو موقعك السابق، كان كمدير لمركز حمدي منجو. ومركز حمدي منجو عندهم بنعتبر زي مسابقات للباحثين المتميزين وبأكثر من بتمويل أكثر من جهة. فخلينا نحكي هلا على تمويل البحث العلمي أو على تشجيع الباحثين، إنه هل يختصر على الجامعات لحاله أولا؟ يمكن كثير من الأبحاث اللي تقدم من الدكاترة هي أبحاث بدنا نعتبرها نظرية أو تجريدية مش تطبيقية. هل راح يصير في تحول للأبحاث التطبيقية بالمرحلة الجاي؟ هل راح يكون في دور للباحثين بأنه يصير في توجيه لمنح البحث العلمي، سواء كانت من صندوق البحث العلمي اللي تابع لوزارة التعليم العالي أو لصناديق البحث العلمي اللي تابع للجامعات أو للمؤسسات اللي موجودة في الأردن باتجاه البحث العلمي التطبيقي؟ تفضل دكتور. دكتور ياسر، دكتور ياسر معنا؟ دكتور كان النت رايح بس شوي السؤال كمان مرة. هلا بنحكي احنا على المنح اللي تقدم من الجامعات او من المؤسسات لدعم الباحثين. هلو هم. دكتور معنا؟ دكتور ياسر معنا؟ دكتور ايوه هلا معنا، سامعنا؟ دكتور ياسر سامع؟ دكتور ياسر احنا لو تحكي مسموع. دكتور خالد ممكن تاخذ زميل ثاني وترجع للدكتور ياسر عبي محل المشكله. دكتور محمد خليل، دكتور محمد مش نت الموعد مفروض هذا موعد. دكتور محمد معك يا دكتور. دكتور خلينا يعني ناخذ الجزئيه الثانيه في مواضيع اللي هي سنتر هلا احنا برضو بكورونا كان كل
الكلام مرتبط بأدوية دراسة سريرية. هلأ يمكن احنا في عندنا مجموعة من في الأردن، وخلينا نيجي نحكي كموديل لأكديما بايو سنتر. هل مراكز الدراسات السريرية بالأردن قادرة على عمل أبحاث بما يخص اللقاحات، نحكي بشكل بالدرجة الأولى؟ إيش المراحل اللي ممكن ينعمل دراسات سريرية؟ إيش العوائق؟ هل القوانين اللي موجودة اللي حاطين الغذاء والدواء القوانين هاي تعتبر عائق أو تعتبر داعم لدراسة سريرية في الأردن؟ أوكي. فعليا قبل ما أجاوب على مراكز الدراسات ومركز أكديمة ودراسات السريرية، رجع للي تفضل فيه الدكتور خالد القاعود بالنسبة لتطوير الدواء أو development للدواء إذا بحكي على فاكسين. طبعا إني أنا أطلع بأنتيبادي إذا باس الفاكسين أو بعرف صوت مسموع؟ نعم دكتور مسموع. أول بدي أنا أطلع فعليا فاكسين فعليا سواء كان إنه فيروس ميت مقتول أو ضعيف أو جزء من الفيروس أنتيبادي كومبينانت تكنولوجي أو والله دي إن إيه فاكسينز أو آر إن إيه فاكسينز. كل هذا فعليا من ناحية المختبرية، وهذا فعليا في الأخوة في الجامعات طبعا سباقين وأنتجوا كثير من هاي خلينا نحكي الموليكيولز أو المنتجات اللي ما أقدر أسميها لمرحلة الدواء. طبعا الصناعة الدوائية إحنا ننتظر إنه يكون فعلياً في أي جزء من هذا أو أي مركب من هاي المركبات إنه فعلياً تعدى على الأقل مرحلة البري كلينيكال اللي أنا جربته على الأنيمالز وجربته فعلياً فيش إله إميونوجينيتي، وإنه فعلياً فحصته واختبرت فعلياً كل المكونات إله الفيزيكو كيميكال بروبرتيز حتى فعلياً أكون مطمئن إني أنا إذا جربته على البشر فعليا انه ما يسبب مشاكل كبيره او مصائب. للاسف في اغلب الاحيان احنا ما بنوصف بجوز فعليا هذا لانه قضيه الفندق، وانا اتفهم ذلك قضية الدعم البحث العلمي انه فعليا انه نطور عملنا نوصل لمراحل متقدمة في انتاج الدواء، بس كشركة دوائية حتى تدعم الدواء على الاقل بتشوف فعليا في نتائج مبشرة تشجعها انها تصرف ملايين الدولارات في الدراسات السريرية. فإذا تكلفة الدواء فعليا في أغلبها هي بتكون على الدراسات السريرية، ولذلك فعليا تجد إنه شركات فعليا ومنها الشركات الأردنية إنها متحفظة إنها تأخذ دواء لازال في مراحل الأولية. بالنسبة للدراسات السريرية، لحسن الحظ إنه الأردن الدراسات السريرية ومراكز الدراسة احتل موقع مهم جدا وليس على مستوى، وفعليا في إله دور كأنه يعمل فت أنواعها، وأنا لا أجد إشكال دراسات سريرية بكافة أنواعها فيز 1 فيز 2 فيز 3 مع الأخذ بعين الاعتبار إنه طبعا يعني ومن حقها مؤسسة الغذاء والدواء إنه يكونوا حذرين إذا بدنا نقر أي تجربة سريرية على فيز 1 كونه راح يكون لأول مرة في البشر. فإذا كقدرات فنية هي موجودة، وبالعكس المراكز بتعمل لشركات عالمية موجودة في كل دول العالم ومعتمدة من دول عالم كثيرة، والأردن فعليا يكفي أنه سمعتها بأكثر من مناسبة أنه بالنسبة لمراكز الدراسات السريرية في عندنا ثلاث مراكز رئيسية في العالم، عندنا كندا وعندنا الأردن وعندنا الهند، طبعاً بالإضافة بعض دول العالم الأخرى، بس خلينا نحكي هاي اللي تعتبر فيها تركيز أو ثقل في نوع هذا الدراسات. ولله الحمد إنه فعلياً إحنا متقدمين جداً بهذا الموضوع. وإذا بدي أتكلم عن المركز اللي مركز أكديمة فعلياً، إنه جميع
حتى اللي زاروا المركز من دول العالم المختلفة إنه فعلياً كان انطباعهم إنه هذا إذا لم يكن مكافئ فهو أفضل من المراكز اللي شافوها في دول العالم الآخر. فهذا شيء جيد على الأقل. هذا الموضوع في البنية التحتية لتطوير الدواء هذا موجود، بس لازال يلزمنا زي ما تفضلوا الإخوة وزي ما تفضل دكتور خالد. أنا كيف بدي فعلياً أنا أختبر دواء إذا أنا مش عارف فعاليته إن فيترو بالمختبر هل هو بيقتل الفيروس ولا لا؟ إذا هذا فعلياً الأنتيبادي هل هو بيرتبط بالفيروس وبيمنع تكاثره ولا لا؟ إذا أنا في عندي نقص في البنية التحتية، سواء خصوصاً الآن يعني بالفيروسات، لأنه هذا لسه إحنا يعني كبنية تحتية مقلين جداً فيها مقارنة مع البكتيريا. لا زال عنا إحنا في ضعف إني أنا إذا بدي أشوف الأنتيبادي إنه أشوف أنا شو أنواع الكربوهيدرات اللي عليه، أو والله الجلايكوسايدز، أو فعلياً تحليل ال 3 structure لل 3D structure لهذا الأنتيبادي. هل فعلياً إنه أنا هذا الأنتيبادي زي ما تفضل الدكتور أنتجته بالجمل وممتاز وأثبت فاعلية in vitro، بس هل فعلياً إذا أنا حقنته للإنسان إنه هل راح يعمل لي immune reaction ويعمل لي مشاكل أخرى ولا لا؟ إذن لا بلزمنا مختبرات وبلزمنا فعلياً بنية تحتية إنه نعملها لهاي المنتجات قبل ما نروح فيها للدراسات السريرية. إذا توقفت على الدراسات السريرية أو وصلنا مرحلة الدراسات السريرية، فمرة أخرى الحمد لله إحنا في الأردن متقدمين جداً فيها، وأكبر دليل على ذلك مرة أخرى إنه شركات عالمية تعمل في الأردن دراسات، سواء كانت فيز 2 فيز 3 حتى بعض أنواع فيز 1. طبعاً في بعض الأمور أو الأدوية بتكون فيها خطورة الآي آر بي ممكن يقبلها ولا لا، بس من ناحية المبدأ وناحية القانون يسمح بذلك. ومؤسس الغذاء والدواء مشكورين عنا، متفهمين جداً، ونفخر إنه هم متعاونين وعندهم حلقة تواصل قوية جداً مع الصناعة ومع المراكز. فبالتالي إحنا زي ما نقول رأس مالنا في الأردن هو وجود قوانين منظمة، وجود مؤسس غذاء ودواء متفهمة، ووجود الكفاءات الموجودة القادرة تعمل على هاي الدراسات. إذا في استفسار دكتور خالد، أو ما بعرف أنا الصوت كان واضح ولا لا؟ تمام، الصوت كان واضح دكتور، يمكن أبو الوليد مش سامعك. أوكي أخي حمزة، يعني إذا في استفسار أيضا أو بتحب تفصيل أكثر أنا جاهز. لا إن شاء الله في السوشن الثاني والثالث يمكن حيكون بعض الأمور، بس إجابتك ما شاء الله عليك كانت يعني وافية وشافية إن شاء الله. مشكور. دكتور خالد أو إذا أبو الوليد سمعنا. دكتور ياسر معنا. يلا كمل معك المايك. دكتور ياسر معنا صح؟ دكتور ياسر. طيب نروح لدكتور حاتم وبعدين بنرد نرجع لدكتور ياسر. حاتم معنا. نعم دكتور. دكتور يعني خلينا ننتقل خلينا نحكي عن المعقمات. فالمعقمات برضه صارت صناعة، وصناعة مهمة بفترة كورونا. يعني شفنا الناس بالاستهلاك للهاند سانيتايزرز لكل أدوات التعقيم، حتى الكحول العادي 76% 90% صار زي المي بالبيوت. في مجالات ممكن نعتبرها بحث ممكن تطور أو نعتبرها بحث وتطوير، ممكن تكون كمان جسر ثاني، الجسور اللي ممكن تكون بين الجامعات وبين الباحثين والصناعة، بالذات إنه إحنا مثلاً عندنا بالأردن أكثر من مصنع معهم نعتبر ميديكال جي أم بي ومؤهلين بإنهم يصنعوا معقمات ومستلزمات طبية. تفضل دكتور. دكتور يعني بالنسبة لهذا الموضوع بنعرف إنه هذا فعلياً خلق سوق ضخم جداً للمعقمات، وبرضه كمان لل
personal protective equipment الطبية، ويمكن حتى برضو كمان للكمامات اللي بيستخدمها الأشخاص في حياتهم اليومية. الآن إذا إحنا بدنا نيجي نتفرج عليها حقيقة على الصناعة في هذا المجال، رح نلاحظ إنه يمكن إنه التكنولوجيا موجودة من زمان، ويمكن كان في عنا مستحضرات في السوق موجودة، الكحول جلز، ليكويدز وجلز تحتوي على بيوسايدز، بس أنا أعتقد إنه دائما في هناك مجال للتطوير في هاي المستحضرات على سبيل المثال. يعني بإمكانك إنك أنت تشوف إنه بيصير في هناك أكثر وأكثر توجه مثلاً في المستشفيات لاستخدام الألكوهول فومز كسانيتايزرز. هاي فعلياً يمكن الفورميليشنز تبعت الفومز عم تمشي باتجاه كبير مثلاً لاستخدامها على سبيل المثال في المستشفيات، لأنه وجدوا أنه بيعانوا كثير من الالكوهول جيلز اللي عم بيصير في ليكج من الكونتينرز تبعتها، فبتخرب البي في سي الارضيات تبعت المستشفيات. في شركات ايطاليه على فكره طورت بي في سي لاينينجز وارضيات للمستشفيات تكون مقاومه للكحول، يمكن سعرها 15 ضعف الارضيات العاديه. فيمكن كان التوجه انه بدل ما انه يكون في هناك ليكويد جيلز وفي هناك ليكج من الديسبنسرز تبعتها، خلينا مثلا نستخدم فوم فورميليشنز تحتوي على الكحول بتراكيز عاليه. لان هذا بحد ذاته تكنيكال تشالنج، لانه بنعرف احنا مثلا في المختبرات وفي التصنيع الدوائي انه مثلا اذا كان في هناك فومينج بامكاننا نستخدم الكحول كانتي فومينج انه يقلل من الفوم، فكيف بدنا نعمل فورميليشن للكحول فومينجز أو فومينج برودكتس، وهذا هاند سانيتايزر على شكل فوم تحتوي على كونسنتريشنز مرتفعة من الألكوهول. الجايد لاينز تبعت هاي البرودكتس بتطلب منها إنه يكون الألكوهول كونتنت فيها للفوم برودكتس، الألكوهول كونتنت فيها يكون 80% مش 60 أو 70%. فبنشوف إنه هذا مجال مثلا ممكن إنه يكون في هناك عمليات تطوير، ليش أنا أسميها بحث لأنه مش قضية بحث علمي، لكن هي تطوير مستحضرات بناء على معرفة علمية معينة. بنشوف أنه برضو كمان إذا بدنا نتكلم حتى عن الكمامات والبيرسونال بروتكتيف جيرز، أعتقد أنه في هناك مجال كثير للعمل ولتطوير تكنيكال سولوشنز للمشاكل اللي بيواجهها الكادر الطبي في المستشفيات، واللي برضو كمان ممكن أنه تحل لنا مشاكل متعلقة ب نوعية الحماية اللي بتعطيها مثلاً الكمامات للمواطنين في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال بإمكانك أنك أنت تيجي وتعمل أقمشة أو أنسجة مدعمة بميتاليك نانو بارتيكلز، زي مثلاً الكوبر نانو بارتيكلز أو السيلفر نانو بارتيكلز اللي ممكن يكون فيه لها بايوسايدال إفكتس، وهذا فعلياً ممكن يكون حقيقةً إضافة نوعية للأكتيفيتي للبروتكتيف أكتيفيتي مثلا تبعت الكمامات، أو ممكن حتى أنه يتم إنتاج البيوسايدل عفوا يتم إنتاج البيرسونال بروتكتيف جير والكمامات هاي من موديفايد بوليمريك ماتيريالز، بحيث أنه يكون مثلا في عليها كاتايونيك بوزيتيف تشارج الكتروستاتيك تشارج قادره على سبيل المثال انه تعمل ريتينشن بنسبه اعلى، تحتجز بنسبه اعلى البارتيكلز اللي ممكن ما تحتجزها الانسجه العاديه. ففي هناك مجال كبير امام الصناعات او القطاع الصناعي حقيقه مشان تطوير حلول أصيلة، حلول فعلياً غير مقلدة غير مكررة لمشاكل مختلفة. وأعتقد أنه ممكن أنه نظراً للارتفاع الكبير في مستوى الطلب على مستحضرات بهذا الشكل ومنتجات بهذا الشكل، أعتقد أنه ممكن تكون فرصة مهمة جداً للقطاع الصناعي. وأعتقد أنه القطاع الصناعي ممكن أنه يستفيد في هاي الحالة بشكل كبير من معرفة علمية ومعرفة فنية أو تقنية من أصحاب الخبرة في هذا المجال. شكرا دكتور.
شكرا على الإجابة، وبدنا نشوف الدكتور ياسر رجع لنا ولا لا. دكتور ياسر سامعنا؟ طيب بس في عنا برضو زميلنا الدكتور باسل. دكتور ياسر رجعت لنا؟ طيب نشوف دكتور باسل. باسل عساف من زملائنا اللي موجودين في شركة فايزر بأمريكا، حاب يقدم مداخلة. دكتور باسل معنا؟ معك خالد. دكتور ياسر معنا؟ في مشكلة عندي في الكونكشن، هو في هذا الوقت بيموت الدكتور باسل ولا دكتور ياسر معنا؟ سامعني خالد؟ نعم سامعك. أنا سامعك. تمام دكتور ياسر. نرجع لحمدي منجو، حضرتك كنت مدير مركز حمدي منجو، سامعنا؟ خالد سامعك بس مش اعمل لي عن ميوت، مش ضابط هون انت مش سامعني بجوز. سامعك دكتور، سامعينك. والله ما هي ضابطه معنا. سامعينك دكتور، سامعينك احنا. دكتور ياسر. دكتور ياسر إذا أنك سامعنا إحنا سامعينك. طيب دكتور باسل، كونك بشركة فايزر، ممكن تحكي لنا الموديل اللي موجود بالتعاون مع جامعات، أو كيف الموديل اللي بالبحث والتطوير اللي بيشتغلوا الشركات العالمية ومن ضمنها فايزر؟ دكتور باسل. السلام عليكم، يعطيكم العافية. باسل أهلا وسهلا. فأنت سؤالك كيف فايزر بتتعامل مع الجامعات؟ مع الجامعات، أو هل تستفيد فايزر أو الشركات الأدوية من البحث العلمي أو في شراكات مع الجامعات بأمريكا؟ أو مليونين بالمية، مش بس مليون بالمية. أكيد. فايزر في عندها لدرجة يا سيدي العزيز، فايزر طبعاً شركة كبيرة فيها تقريباً 100,000 موظف. عندهم قسم كامل اسمه Center for Therapeutic Innovation، المركز العلاجات الإبداعي. نعم. هذا وموقعه محطوط بطريقة زي ما بسموها استراتيجية في نيويورك، في سان فرانسيسكو، لأنها أقطاب الدولة ومن المدن الكبيرة. كل هدف هذا المركز، طبعا مركز مؤهل كامل، مش إنه يعني 10 أو 20، يعني يمكن في آلاف الأشخاص. كل هدف هذا المركز نقل التكنولوجيا من الأكاديمية للجامعات، عفواً لفايزر. وفي طبعاً ميكانيكية محددة كيف أنه ممكن الباحث يبعث البروبوزل، إيش المواضيع اللي فيها، كيف بيصير لها ريفيو، على أي إيش، على أي قرارات، بناء على إيش القرارات اللي يعني إيش المعطيات اللي بناء عليها فايزر بتاخد قراراتها. ولما يبدأ الشغل شو العملية اللي بتصير، يعني كيف بيصير التعاون بين هذا المختبر وبين المختبر الجامعي، قصدي يعني، وبين الشركة. وطبعا بيكون طبعا زي ما بسموها في البيزنس، إلها في لك مايلستونز محددة، يعني علامات محددة عشان تعرف هل هذا بيسمح لك إنك تنتقل للتعاون للمرحلة اللي بعدها، وهكذا وهكذا. نعم. طب دكتور، هلا بفترة الكورونا كيف كانت مجالات التعاون؟ هل هي باتجاه فاكسينز أو مواضيع مرتبطة بطريقة غير مباشرة مثلا بالكورونا، أو ما صار بخلال الفترة هاي أي تركيز بين نعتبر بين فايزر وبين البحث العلمي أو بين الجامعات أو المراكز هاي اللي موجودة لها؟ خليني أفصل إجابة لجزئين. أول إشي، إيش صار بسبب الكورونا في فايزر بشكل عام، سواء كان من ضمن الكولابوريشن مع الأكاديمية أو بشكل عام، لأنه هذا جزء من شغل فايزر الكولابوريشن، لكن جزء يعني يصنف تقريبا صغير مقارنة في الشركة كلها.
لكن كل الشركة على الأقل إحنا مثلاً هون في ماساتشوست الولاية ماساتشوست وفي ولايات تانية يعني المواقع التانية لفايزر عندنا من شهر 3 الكل روح على البيت يشتغل من البيت اللي بيقدر يشتغل من البيت بيشتغل دوام كامل من البيت من شهر 3 واللي ما بيقدر يشتغل من البيت لكن شغله مش أساسي يعني بيقعد بدون شغل لكن فايزر طبعاً ضلتها تدفع رواتب من هذا الموضوع الوحيدين اللي كان مسموح لهم في أول الأزمة الجائحة إنهم يروحوا على الشغل اللي هم بيسموهم essential الأشخاص مثلاً أطباء البيطريين المضطرين يعتنوا في الحيوانات التكنيشنز التقنيين المضطرين يعتنوا في الحيوانات إذا كان في تجارب ماشية already ما بتقدر إنك توقفها زي مثلاً clinical trials وفي بعض المرضى إذا ما بتتابع ما يعني زي الطبيب مثلاً إذا ما بتتابع مع المريض ممكن المريض يصير فيه عواقب وخيمة لكن حتى هذول اللي سمحوا لهم برضو كان يعني مقنن جداً كيف دخولهم وخروجهم وتعقيم وإلى آخره وظل هذا الوضع إلى ما هو عليه لحديت 1/6 يعني شهر تقريباً أغلب 3 شهر 4 وشهر 5 شهر 6 سمحوا بعودة 50% من عمال المختبر اللي بيشتغلوا العاملين بالمختبرات يعني وطبعاً برضو مقنن وعدد ساعات محددة ولما تروح على المكتب على المختبر لما تطلع بدك تكتب اسم كل واحد مريت من جنبه وحكيت معاه يعني قصة طويلة يعني والأسبوع الجاي رح يسمحوا لمية بالمية من عمال المختبر العاملين في المختبرات يرجعوا أنا باثولوجيست وما بشتغل في المختبر أنيمور يعني ما بشتغل هلأ بإيدي في المختبر لكن عندي مايكروسكوب ولازم أقرأ الشرائح وأكتب التقارير وأنظم المشاريع من هذا الحكي فعندي مختبري في عندي مختبري زي ما تحكي الصغير في البيت اللي هو المايكروسكوب والكاميرا والكمبيوتر وبالتالي الإدارة أعلمتنا كلنا الباثولوجيست تقريبا في 25 واحد ما رح نرجع قبل بداية السنة الجاي على المختبرات نعم عشان يكون عندك تصور يعني وطبعا كل العاملين في المكاتب ما رح يرجعوا برضو قبل 2021 اللي رح يرجع بس بيرجع لسبب محدد يعني وطبعا برضو مقنن وبدك تعقم إيديك وتلبس كمامات ومن هذا الحكي هلأ السؤال الثاني اللي انت سألته من ناحية هل برضو صار بطء محدد بالتعاون مع الأكاديمية هلأ ما صار إشي محدد ببطء يعني لم تستثنى يعني وجود هذا Center for Therapeutic Innovation قيمته بقيمة كل المراكز الثانية في فايزر ما صار عزله بشكل مخصص أنه هذا مش مهم لأنه أكاديمي ما صار هذا الحكي لكن اللي صار من ناحية الكورونا هل في تعاون بين الأكاديمية والإندستري في فايزر ما صار في تعاون جديد لأنه لأكثر من سبب يعني يمكن إذا أنا بدي أخمن لأنه الأول إشي المستحدثات اللي كانت تصير المستجدات اللي كانت تصير في الكورونا سريعة جداً عن إنك تقعد تشتغل نتناقش وإيش أضبط وبدك تشوف وأنت عارف كمان يعني أغلب المشاريع اللي بتكون في الأكاديمية أغلبها مش كلها لكن الأغلب عليها بتكون في المراحل البدائية جداً في تطوير الدواء فما بتقدر تعتمد عليها أنه يعني خلينا ناخدها لدواء في هاي السرعة لكن اللي صار التعاون زي ما أنتوا شفتوا على الأقل في فايزر تعاونت مع شركة من جديد مفتوحة بشكل عام يعني إلها تقريباً مجموعة سنوات اللي هي بايو إن تيك في ألمانيا هدول كان عندهم mRNA فاكسين فهدول صار معهم تعاون فالتعاون موجود وإحنا بنساوي ريفيو لهاي الأبليكيشنز أحد وظائف الأشياء اللي بعملها بنقعد نتفرج عليها ونقيمها ففي تعاون ما زال موجود لكن حسب الحاجة والسرعة مظبوط فهذا المختصر شكرا دكتور باسل أكيد راح تظل معنا حضرتك ويكون في مجال كمان دكتور ياسر صرت معنا ولا لسه في عندك مشكلة فنية في عنا بعرف شو شخص مسمي حاله ASU جامعة التطبيقية ما بعرف إذا في مجال تتعرف عن حالك إذا عند حضرتك مداخلة دكتور ياسر سامعك لا سامعك طيب تمام وأخيرا دكتور بدنا يعني بعجالة نرجع نحكي مركز حمدي مانجو عنده سنوياً مسابقة لدعم الباحثين وتشجيعهم
هل التمويل للباحثين مقتصر على الجامعات اولا؟ هل الابحاث اللي او الباحثين اللي تشجيعهم ممكن انه تتغير النظره بالفتره الحاليه وتروح بالاتجاه تفضل دكتور. دكتور ياسر. طبعا بعتذر اول شيء عن الخلل. لا في مشكله. مشكله في الان في الجامعه او بالمركز يمكن حكينا في البدايه. نعم. الكل بيعرف انه مسؤوليه البحث العلمي هي مسؤوليه مجتمعيه. يعني هي مش مسؤوليه الجامعه او حتى مركز حمزه منقو او اي مؤسسه وطنيه لوحدها. هاي مسؤوليه يعني تقع على عاتق الجميع، ولازم يكون في تعاون كبير ما بين الجامعات وما بين الصناعه في دعم مثل هيك مشاريع. واللي صار بهاي الفتره اثبت اهميه البحث العلمي سواء كان تطبيقي او حتى البيزك ريسيرش، لانه البحث التطبيقي بصراحه ما بيزبط في التطبيقي الا اذا كان في ابحاث علميه حقيقيه في هاي المجالات في الاساسيه. طبعا الان التوجه البلد كلها وتوجه الجامعات ومنش من الان من الفتره هاي من زمان انه يكون في بحوث تطبيقيه. الان وضعنا بشكل عام مش لإنتاج البحوث التطبيقية بشكل كامل. في عنا أبحاث وريسيرش لاينز كثيرة ممكن إنه يتم تطويرها لإنتاج خلينا نحكي برودكت، وفي قصص نجاح حتى بعضها، لكن ما في مراحل أولية. ونتمنى انه بعد اللي صار بهاي الجائحه انه اصحاب القرار والجهات المانحه انها تعطي اولويه لهاي الابحاث. بالاشياء المتعلقه بالفيروسات يمكن قبل فتره احنا اخذنا دعم لانشاء مختبر لدراسه الانتي فايرال اكتيفيتي. الان يمكن في معظم المختبرات في الجامعات عندنا بيدرسوا السرطان، الانتي كانسر، بيدرسوا الانتي مايكروبيال اكتيفيتي لسواء لكان لمواد مصنعه او مواد طبيعيه. على حد ما في مختبر الان كان بيشتغل على دراسه فعاليه الانتي فايرال اكتيفيتي لمواد مصنعه او مواد طبيعيه او مستخلصات نباتيه. احنا في مركز بالمركز حاولنا ننشئ مختبر انه متخصص لدراسه الانتي فايرال اكتيفيتي. بلشنا بدراسه H1N1 وفي عندنا الهيربس فيروس برضه كموديل، وحتى يمكن في نيه موجوده وحتى طلبنا انه نوع من انواع الكورونا فيروس انه ندرسه. هو مش الكوفيد 19 او مسبب سارس 2 لانه يمكن صعب نشتغل عليه في هاي المرحله، لكن على الاقل من نفس الفاميلي فممكن يكون قريب للكورونا فيروس. نعم. الان نتامل انه يكون في دعم سواء كان من الجامعه او من اي مؤسسه ثانيه في هذا المجال، بحيث انه نقدر نطور المختبر تاعنا ونطور اللي هو طبيعه الشغل. زي ما حكينا هي ابحاث في هاي المرحله هي ابحاث اساسيه، لكن هي ممكن تضيف خلينا نحكي وان ستيب لبحث متقدم ممكن يكون في المستقبل بالتعاون مع الشركات سواء شركات الأدوية أو اللي هي شركات لكفرز أو غيره. تمام دكتور. تمام. طيب خلينا نأخذ المحور الثالث مع حمزة، ويعني الأسئلة بنترك لها مجال إحنا بال يعني بين المحاور الثانية. بلش حمزة. تمام نعم معك. طيب دكتور خالد القاعود، سريعا بدنا ننتقل لموضوع الفحوصات، البحث والتطوير في مجال الفحوصات المتعلقة بالكورونا في الجامعات.
وهل القطاع الخاص له قدرات فنية للشراكة مع القطاع الأكاديمي بهذا المجال، مجال الكورسات؟ تفضل دكتور. الله يعطيكم العافية. يعني الآن بننتقل من خلينا نقول من العلاج والهذا للتشخيص. نعم. يعني هي المقولة لما البلد سكرت والشركات معظمها سكرت أبوابها وعانت، قالوا الناس إنه يعني ما استفادوش إلا اللي بيصنعوا كمامات واللي بيصنعوا معقمات فعلياً وشركات الأدوية، لكن في قطاع كبير بصراحة قطاع عالمي اللي هو قطاع التشخيص اللي اشتغلوا على تشخيص فيروس كورونا أو تشخيص الإصابة بالكورونا فيروس كورونا المستجد. الآن هذا القطاع بصراحة استجاب مبكراً، وأول تقارير طلعت وأول منتج هو كان طلع من الصين من ووهان، وعملوا تطوير لبعض البرايمرز والبروبس اللي قدروا يعملوا ديتكشن للفيروس. هلا اذا بدنا بس نعرف الزملاء يعني الحضور الكرام انه التشخيص يعتمد بتحديدا يعني في الكورونا يعتمد على طريقتين رئيسيات. الطريقه الاولى هي طريقه الكشف عن الماده الوراثيه للفيروس واللي احنا بنسميها التفاعل البلمره المتسلسل اللي هو البوليميريز تشين رياكشن، ويستخدم الان احنا بنستخدم اللي هو ريال تايم بي سي ار حتى نتعرف على عدد الفيروسات او الفيرال لود اللي موجود في داخل خلينا نقول جسم الانسان في العينه، وهذا هو عباره عن كشف مباشر للفيروس. الطريقه الثانيه التي تستخدم اللي هي احنا بنكشف عن الاصابه بالفيروس، اما اصابه سابقه او اصابه الان اكتيف انفكشن واصابه حاليه، اللي هي عن طريق الانتيبوديز، انه الجسم الان ينتج اجسام مضاده كريسبونس كرد فعل مناعي للاصابه بالفيروس، وهي الاي جي ام والاي جي جي تحديدا، وهذا بنسميه بالسيرولوجي، هذا فحص السيرولوجي. هناك بنستخدم الموليكولار بيولوجي، البيولوجي الجزيئيه في الكشف عن الفيروس نفسه. هون بنستخدم الاجسام المضاده للإلايزا وغيرها من التكنيكس اللي هي اميونو اسيز للكشف عن الأجسام المضادة ضد الفيروس، يعني بطريقة غير مباشرة. الآن إذا رحنا للطريقة الأولى للكشف اللي هي باستخدام تقنية الكشف عن الفيروسات واللي الآن هي معتمدة الآن عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، بنعرف يعني مثلاً على سبيل المثال إنه عشرات المختبرات البحثية في الجامعات في الأردن بتعمل ريال تايم بي سي آر، بيعملوا ريال تايم بي سي آر، سواء إحنا مختبرنا من 20 عام يعني تقريباً بنستخدم إحنا البي سي آر في الكشف عن الطفيليات كنا في البداية، والآن في الكشف عن بعض الميوتيشنز وبرضو السيتوكاين إكسبريشن في الأنيمالز. فwe have the capability إحنا وغيرنا إنه نعمل بصراحة ريال تايم بي سي آر as technique. الآن اللي بيميز التشخيص بالمولوكيولر، أول إشي إنه هذا التكنيك بده جهاز وبده برايمرز وبروبس سبيسيفيك له، وهذا الآن غالبا هو يجب أن يستورد من الخارج. يعني بالأردن عندنا بجوز في مركز فتح لصناعة البرايمرز، لكن ما بعرف أنا ليش مالوش انتشار أو ما فيش ثقة كبيرة فيه، يعني الزملاء ما حد بسمعش أنهم بيتعاملوا معه بشكل كبير. فأنت الآن بتحتاج أن يكون عندك برايمرز وبروبس اللي هي ضرورية جدا للكشف عن الفيروس، تستوردها من الخارج. الآن الأجهزة موجودة، يعني في مختبرات كثيرة فيها أجهزة. اللي حصل إن وزارة الصحة حاولت إنها تستفيد من وجود أجهزة في بعض الجامعات، وفعلا حسب معلوماتي المتواضعة إنه تم أخذ بعض الأجهزة لوزارة الصحة والاستفادة منها، لكن أنا برأيي كان ممكن الاستفادة من البنية التحتية في الجامعات والاستفادة من الباحثين الموجودين والمدربين ومساعدين البحث المدربين في زيادة عدد الفحوصات التي تقدم في البلد بصراحة. ثانيا انت الان بتختصر التكلفة بشكل كبير جدا اذا انت طورت الفحص داخل البلد، وتطوير الفحص معناته ان تجمع الكومبوننتس اللي هي المواد اللازمة، والمواد اللازمة زي ما حكينا سهل جمعها اذا توفر التزويد بها من الخارج. فالان هذا الامر بصراحة لم يتم، قد يكون هنالك فيه سبب رئيسي هو ترخيص المختبر، ان نرخص مختبر الجامعي نرخصه كمختبر تشخيصي، وهذا يحتاج الى تشخيص وترخيص واعتماد من وزارة الصحة وكشف على المختبر، قد يكون هذا احد العوائق لكن كان بامكان تجاوزه.
الآن بالنسبة لنظام الإلايزا هو نظام سهل ونظام آمن، وأنت بتأخذ عينة الدم من المريض، ممكن تجيك عينة الدم لمختبرك بدون أنت ما تواجه المرضى أو يحضروا عندك، والبلد is not infectious يعني إذا أنت تعاملت معه بطريقة سليمة، وممكن الفحص هذا تجريه. الآن هاي الإمكانيات الكبيرة اللي موجودة في المختبرات البحثية في الجامعات سواء بالإلايزا أو باللترال فلو أسي اللي هو الرابيد أسي أو بالبي سي آر، كان يمكن الاستفادة منها عن طريق القطاع الخاص. الآن القطاع الخاص زي ما حكينا بدأ المنافسة شديدة جدا، كان سعر الكت للفحص للمئة فحص للمئة ويل يعني يصل إلى 1400-1500 دينار، الآن بجوز نزل بعض الشركات ل 700-800 دينار. أصبحت في منافسة عالمية شديدة جدا، الأردن تستورد عشرات الأنواع من الكتات لكن لا يوجد أي شركة محلية تنتج بي سي آر كيت للكوفيد 19، وهذا الأمر ليس صعبا. أنا بعرف أنه في شركات بدأت لكن للأسف لا يوجد الآن، وفحنا في بين الآن تعاون واتصال مع بعض الشركات الخاصة التي تنتج دياغنوستيكس مواد التشخيص، لكن لم يصلوا إلى أي مرحلة في الآن في الموليكولر. أما في مرحلة الأجسام المضادة لأنه السيت أب قائم وموجود وthey have good experience، فقامت بعض الشركات بتطوير هذا الشيء بالاستعانة ولكن بطريقة محدودة جدا بزملاء موجودين في الجامعات. الآن كان بالإمكان التواصل يكون أكبر بصراحة. الآن زي ما حكينا أن الشركات الخاصة سمح لها بالعمل، أعطيت تصاريح كاملة، كان بإمكان الشركات الخاصة أن تتعاون مع الباحثين في الجامعات في فترة كانوا هم يعني موجودين في بيوتهم وتطلع لهم تصاريح ويشاركوا في عملية تطوير تقنيات الفحص عن كورونا فيروس، لكن هذا كان بمستوى صحيح قليل جدا ومتواضع. نعم وشكرا لكم. يسلموا دكتور. بس يعني الدكتورة لينا شبيب نورتي بوجودك معنا، طبعا هذا إشي بيشرفك لينا. السلام عليكم لينا. أنا دكتورة لينا. عفوا. سامعينك دكتورة. طيب نرجع لحمزة لنشوف إذا الدكتورة لينا بتحب بمداخلة لقدام. حمزة مع سؤال دكتور ياسر. نعم دكتور ياسر، يمكن أنت تحدثت عن موضوع القدرات الفنية المتعلقة بالأبحاث العلمية المتعلقة بالكورونا، ويمكن ذكرت موضوع المختبر لفحص المنتجات أو المواد الطبيعية والصناعية للفيروسات، لكن هل في جوانب أخرى وأبحاث علمية متقدمة بهذا المجال ممكن الجامعات يكون لها قدرات فنية بهذا يعني القضية هاي؟ يعني إذا في إشي ثاني غير هاي النقطة؟ يعني لا شك حمزة، إذا كانت البنية التحتية متوفرة والباحثين موجودين والنية موجودة، لا شك إلا إنه يكون رح يكون في مساهم في خلينا نحكي في عمل دراسات في هذا المجال. إذا ما خلينا إن البحث والسكرين لمواد طبيعية اللي ممكن تشتغل في viral activity أو تثبيت نمو الفيروس، هل ممكن كمان زي ما حكيت الدكتور خالد طرق للفحص والتشخيص اللي هاي برضو كمان ممكن تساعد هاي المختبرات الجامعية وبوجود اللي هي البنية التحتية، بالإضافة كمان اللي هي آلية استجابة الجسم أو اللي هي التغير كثير بالجسم عند حصول اللي هو طبعا ممكن أن نعمل مودلز أو على حيوانات على المرضى نفسهم اللي هم انصابوا إن دراسات اللي هي تبرز آلية الدكتور خالد ممكن يساعد في هاي الأفكار، فهو فيه تكون أفكار في هذا المجال ما بتنحصر
مجال معين او في مجال اللي هو انتاج دواء، لانه احنا بنعرف ابحاثنا قد ما بدها ترتقي وقد ما بدها تكون، يعني خلينا نحكي ما بنقدر نوصل لمستوى انه نجي نحكي والله انه والله نكتشف دواء او نوصل لمرحله اكتشاف دواء. هي انت بتضيف ستيب، هي بتضيف خطوه، بتضيف نقطه للامام، ممكن يجي ناس ثاني بيستغلها وبيستفيد منها. وهذا العلم بشكل عام هو علم بيكون يعني تراكمي، انا ببني نقطه وباخذ من زميل ثاني او من باحث اخر نقطه ثانيه. تمام دكتور، مشكور دكتور. دكتور محمد؟ نعم معك. نعم طيب دكتور، يمكن نروح لنقطة يعني أو فكرة أو موضوع جديد فيما يتعلق بالفكرة دمج بعض الصناعات الدوائية في العالم العربي على غرار ما يحدث في العالم بشكل عام. هل في أفكار يعني أو في شيء ممكن هذا يحدث هاي الأمور بين الشركات الدوائية بالعالم العربي؟ طبعا تأكيد لكلامك، الواقع الآن يفرض نفسه أنه البقاء في كثير من الأحيان، خلينا نقول طبعا في استثناءات، بس في كثير من الأحيان البقاء للأقوى. فبالتالي يلزمنا شركات دوائية كبيرة ضخمة حتى تكون قادرة أنها تطور عملها، بيكون فيها بايبلاين وخطوط إنتاج، وممكن يلجأوا أو يغيروا أو يكون جزء من عملهم أيضا تطوير أدوية سواء بدوسج فورمز جديدة أو أدوية جديدة كلياً فعلياً وما نبقى على الجينيريك. فإذا قضية الميرج بين الشركات هذا فعلياً دارج جداً عالمياً، وشركات كبرى عالمية اندمجت مع بعض. هل هذا فعلياً النموذج؟ وطبعاً هذا وجهة نظر شخصية، هل هذا النموذج قابل للتطبيق في منطقتنا العربية وفي الأردن؟ أنا أرى أنه فعلياً مجال نجاحه راح يكون ضعيف، أو الفائدة المتأتية من ذلك راح تكون قليلة، لسبب رئيسي أنه فعلياً إحنا مصانعنا معظمها هي تكرار، يعني في أغلب الأحيان المنتجات هي نفسها تنتج في كل مصنع. فبالتالي ما الفائدة أني أنا أندمج مع مصنع بنتج نفس منتجاتي؟ طبعا أنا ما أقول أنه فعليا أنه ما في مجال، طبعا في مجال، مثلا ممكن أنه والله يكون عندي مصنع متخصص بقطرات العيون، ممكن يندمج مع مصنع فعليا أكبر متخصص بأدوية سوليد ديسيسفون. إذن أنا بفضل هاي الاندماجات، بس لازلت أقول إنه فعلياً الفائدة راح تكون إلى حد ما قليلة، لأنه بنحكي على جينيريك بيزنس، ما في فعلياً إضافة كبيرة إني أشتري مصنع آخر بنتج نفس منتجاتي، خصوصاً معظم مصانعنا ما تستغل الكاباسيتي اللي إلها بالكامل. يعني إحنا في كثير من مصانعنا في كثير من الأحيان ما توصل كاباسيتي 50% من التوتال كاباسيتي اللي لهم، فبالتالي يروح يندمج مع مصنع بكاباسيتي اخرى، هذا راح يكون فعليا مخسر. بس راح نوصل لمرحله انه للاسف انه يكون في ضائقه ماليه، تضطر انه فعليا شركات ممكن انها تباع لشركات اخرى، أو إنه فعلياً تتصفى. للأسف هذا وارد إذا بقينا نفكر بنفس الطريقة التقليدية وما حاولنا ننظر لتطوير عملنا، تطوير عمل إنتاج الأدوية الجنيسة على الأقل، إنه ننتج، بديش أقول إنه فعلياً ننتج أدوية جديدة كلياً novel medications، بس على الأقل ننتج أدوية ممكن تكون إنها إلها استعمالات جديدة، أو نطور الدوسج فورم تبعها، نقلل سترينغث اللي هي فعليا الآن بيعبروا عنها مصطلح الأدد فاليو ميديسن. فإذا هاي أراها أنا فعليا فرصة مناسبة جدا جدا لشركاتنا كخطوة أو كستيج قبل ما نطالب شركاتنا بإنتاج النوفل ميديكيشن والإنوفيشن الكلي، إنه على الأقل أدوية موجودة بالسوق، هل بإمكاني أطور منها دوسج فورم جديد؟
هل بإمكاني أني أغير بالبارتيكل سايز بحيث أني أقلل الدوز مع بقاء الفارماكوكينيتيك بروبرتيز نفسها؟ هل ممكن أدمج دويين مع بعض وهدول يحققوا لي بنفيتس معينة؟ إذن هذا نوع من الأدوية اللي أراها أنها تكون راح تكون بروميسينج جداً، وعندنا فعلياً قدرات كبيرة على سواء صناعية أو من ناحية دراسات سريرية على إنتاجها، وفعلياً ممكن هاي تأهل الشركات في مراحل لاحقة أنه نطور عملنا لأدوية جديدة أو نوصل novel medications ونوصل الموليكيولز الجديدة novel molecules. بس مرة أخرى الإجابة على استفسارك، راح نمر بمرحلة أنه اندماج الشركات، أو خلينا نحكي مو شرط اندماج أنه يكون اختياري، بس أنه فعلياً شركة تضعف أو شركة أخرى تشتريها فعلياً، هذا ممكن يكون وارد جداً خلال السنوات القادمة، لأنه الأسواق تضيق وفعلياً المصانع والمنافسة بتكبر، فلا بد أنه فعلياً اللي يكون قادر على الدخول في هذه المنافسة يكون شركة كبيرة لها مقدرات كبيرة. نشوف دكتور حاتم، يمكن سؤال أخير بهذا السيشن بالضبط بخصوص المنتجات الطبيعية، شو مجال البحث والتطوير فيها اللي ممكن يستفيد منها القطاع الصناعي؟ يعني المنتجات الطبيعية أعتقد إنه مجال في هناك عمل كثير في أكاديمية، ويمكن ذكر الدكتور ياسر البستانجي إنه في هناك دراسات متعددة عم تنعمل على سبيل المثال مستخلصات مختلفة لدراسة فعالياتها كأنتي كانسرس، أنتي باكتيريال، أنتي فيرال إلى آخره. المشكلة الأساسية في هاي الدراسات حقيقة إنه عملية تحويل نتائجها إلى أدوية، إنه فعليا نحن عم نتكلم عن عملية طويلة جدا وعملية مكلفة جدا تتجاوز في إمكانياتها حقيقة إمكانيات الصناعة الدوائية المحلية أو الإقليمية. فبتشوف إنه فعليا إذا إحنا بدنا نيجي وبدنا نتعامل مع الموضوع بالشكل اللي عم بيتم حقيقة التعامل فيه، إنه هاي المادة أو هاي عفوا النبتة أجزائها المختلفة إنه هل ممكن يتم استخدامها للعلاج، أعتقد إنه إحنا فعليا عم ننتج علم كويس، بس في نفس الوقت في هناك تحدي حقيقي في عملية الكوميرشاليزيشن تبعت نتائج هذا العلم. زي ما ذكر الدكتور ياسر، انت فعليا بامكانك انك انت تيجي تعمل دراسه تشوف انه مثلا اكستراكت معينه في لها سايتوتوكسيك اكتيفيتي، لكن هذا لا يعني اوتوماتيكيا انه الماده راح تكون مفيده في علاج السرطان. ممكن ماده يكون في لها انتي باكتيريال اكتيفيتي، لكن حقيقه هذا لا يعني انها راح تكون انتي بايوتيك الى اخره. احنا بنشتغل على المرحله الاولى، في هناك مراحل اخرى في عمليه تطوير الدواء حقيقه راح تاخذ وقت وراح تاخذ استثمار من ناحيه الوقت ومن ناحيه المال من الصناعه الدوائيه، لان اعتقد انه ممكن ان الصناعات الدوائيه تفكر فيها ويكون حقيقه مجزي اكثر الاستثمار فيه على المدى القصير الى المتوسط. أشياء متعلقة على سبيل المثال في مش إنتاج الأدوية من المصادر الطبيعية، ربما أنه يكون مثلا استغلال المصادر الطبيعية على سبيل المثال في إنتاج أنتي أوكسيدانتس كسابليمنتس على سبيل المثال. في كانت مشاريع قمنا فيها لعمليات الإكستراكشن تبعت الهيدروكسيتيروسول اللي هو عبارة عن أنتي أوكسيدانت، يستخدم بشكل كبير في السبليمنت من مثلا من المياه الناتجة عن عمليات عصر الزيتون على سبيل المثال. بتشوف انه بامكانك انك انت تنتج حقيقة مستحضر ممكن انه تستفيد منه الصناعة الدوائية وصناعة المكملات ويكون فيه له قيمة اقتصادية حقيقية.
ممكن انه نطبق نفس الشيء على عدد كبير من المستحضرات التي كمان برضو بركز هون على قضيه انه مش بالضروره انه تو ايم فيري هاي على شغله مثلا زي انتي كانسر برودكت. كويس انه نشتغل بحث عليها، لكن حقيقه بدنا نعرف انه هذا بيحتاج لاستثمار على مدى طويل. بامكاننا انه نفكر بحاجات زي مثلا الانتي اوكسيدنتس السبلمنتس، بامكاننا انه نفكر باشياء برضو كمان على سبيل المثال الان في العالم كلياته عم بيكون في هناك عوده الى الطبيعه زي ما بتسمعوا، بتشوف انه في هناك عدد كبير من البلانت بيست دايز كلرينج ايجنتس المستخدمه بالفود اندستري بالفارماسيوتيكال اندستري. حقيقه بامكانك انك انت تيجي وتعمل اكستراكشن لها من سورسز مختلفه، نباتات فواكه لهي النباتات او حتى اوراق لهي النباتات، وبيعطيك حقيقه ماتيريالز لها قيمه عاليه في الصناعات الدوائيه والصناعات الغذائيه. بامكانك انك برضو كمان انك تفكر على سبيل المثال في الاكسيبيانت اندستري. كنا قبل فتره عم نشتغل على الخروب وفاكهه الخروب وعمليات تطوير الجمز او عمليات تطوير الثيكنينج ايجنتس المواد اللي بتزود اللزوجه في المستحضرات السائله والمستحضرات شبه الصلبه السيمي سوليدز الكريمات او الاوينتمنتس اللي مشتقه من مثلا الفروب. النبته فعليا ممكن انه تزرع في الاردن وفي منطقتنا بشكل كبير. تتفاجئ انه على سبيل المثال اكبر منتج للعالم الخروب واللوكس بين جامز اللي مستخدم في الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية هو إسبانيا. بإمكاننا أنه نشتغل في هذا الموضوع. فأنا أعتقد أنه في هناك مجالات كثير في العمل على الـ natural products المستخلصات المختلفة، لكن أعتقد أنه إذا بدنا نفكر فيها من ناحية صناعية بده يكون في هناك حقيقة تحديد الأولويات ومعرفة أنه مش كل الجوانب أو مش كل المستحضرات أو مش كل الماتيريالز اللي ممكن أن نشتغل عليها ومش كل الفايندينجز مش كل النتائج اللي إحنا نطلع فيها في البحث العلمي رح نكون قادرين أن ننقلها للصناعة الدوائية أو القطاع الصناعي بشكل عام. يعني ما بميز حقيقة ما بين الصناعة الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية. رح يكون في هناك حاجة أنه نشوف أنه نعم في هناك بعض المشاريع ممكن يكون في لها نتائج على المستوى القصير أو على المدى القصير والمدى المتوسط، بينما يمكن يكون في هناك نتائج أو فايندينج ثانية نتائج ثانية للبحث بالرغم أنه ممكن تبين جاذبة للانتباه أكثر، إلا أنه في الواقع عملية تحويلها إلى الصناعة وعملية تبنيها من الصناعة وتحويلها إلى منتجات حقيقة هذا رح يأخذ استثمار بشكل كبير. فممكن تكون أهداف استراتيجية ولكن بالتأكيد ما رح تكون أهداف على المستوى القصير على المدى القصير أو المتوسط. شكرا دكتور. خلينا نأخذ في أكثر من مداخلة، ففي عندنا الدكتورة سناء الشخشير والدكتورة سمية والدكتور باسل، فنبلش مع الدكتور. طيب دكتورة سمية حاضرة؟ نعم دكتورة سمية سامعيني؟ سامعينك تفضلي. بداية thank you على the fruitful session، وإحنا سعيدين جدا بحضورنا لهاي المحاضرة أمام نخبة من العلماء. بداية دكتورة سمية ومن أي جامعة؟ وبعدين أنا طالبة صيدلة سنة خامسة في الجامعة الأردنية. نعم. سؤالي هو متى ممكن يصير عندنا في الأردن real R&D؟ يعني أتذكر حدا من الدكاترة حكى إنه قبل ما نحكي إنه إشي novel أو added value بالأول نغير ال dosage form نغير ال formula. يعني طيب ليه؟ إيش الأشياء المعيقات أمام الصناعة الأردنية إنها تعمل هاي الأشياء؟ هذا السؤال الأول.
ثانيا يعني how to overcome these issues، كيف ممكن احنا ان يعني نتغلب على هاي المشاكل، خاصة ان الاردن فيها كثير عقول فيها كثير علماء، ونلاحظ انه في كثير ناس من الاردنيين يصدروا ادويتهم في الخارج ويبتكروا كثير اشياء، كيف ممكن احنا نوفر البيئة الملائمة داخل الاردن لاستثمار هاي العقول حتى لو بامكانيات متواضعة نوعا ما. وشكرا جميعا. تمام. دكتور محمد خليل، دكتور أبو خليل. نعم. الإجابة إذا أنا فهمت السؤال نحكي صح. أنا أول شيء أعترض على إنه كلمة لا يوجد R&D حقيقي. فعلياً R&D Research and Development فعلياً هي ممكن تكون على مستوى بسيط، ممكن تكون مستوى متوسط أو بتقنيات عالية، بس كلها عبارة عن بحث وتطوير هي. فبالتالي هذا موجود، يعني إحنا في بعض المجالات اللي ما بتحتاج دعم، اللي فعلياً دعم مادي كبير، تجد إنه في كتير في هذا المجال متقدمين، ومثال على ذلك في كثير من الإخوة الزملاء في مجال الكلينيكال فارماسي عندهم أبحاث جيدة وعندهم دراسات جيدة، وزي ما طرحنا حتى على مستوى العمل أو المستوى العملي أيضا مراكزنا السريرية أيضا إنها في الأردن تعمل بشكل ممتاز، وفعليا حتى تطوير الميثودز تبعها للتحليل وبروتوكولات كلها عبارة عن R&D بحث وتطوير. ففي بعض الأحيان يعني خليني أذكر مثال، مثلا أول مستحضر جينيريك أو BE دراسة تكافؤ حيوي للجينيريك مثلا سوفوسبوفير كانت في الأردن، مثلا كانت في أقديمة. هذا كان يتطلب أنك تبحث عن سبل أو طرق بالتحليل ما كانت منشورة ولا موجود ولا ببلش، فبالتالي هذا R&D، هذا بحث وتطوير موجود. في مجال الأدوية أكيد إحنا نطمح إنه إحنا نتوصل لأدوية نوفل زي ما الأخت سمية أو بنتنا سمية ذكرت، بس إنه فعلياً تطوير الدواء مركب جديد طبعاً هذا يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة حتى أصل فيه لمرحلة الدواء. إحنا إذا بتشوفي دكاترتك في الجامعة، فضلتي قلت أنت في جامعة أردنية، راح تجد إنه كثير منهم توصلوا لمركبات إنه فعلياً أثبتت فاعلية على الخلايا، وفي بعض الأحيان أثبتت بعض الفاعلية على بعض الأنيمال مودلز، بس فعلياً ما قدروا إنه ينتقلوا فيها للليفل الآخر لأنه مكلف. فإذاً فعلياً توصلوا لبعض المركبات، بجزء من المآخذ الموجودة إنه ما في عنا القدرة أو قليل من الزملاء نتيجة الفندنج، نتيجة قوانين الجامعة، وحتى بتوصل قوانين البابليكيشنز والترقية إنه ما يتابعوا فعليا هذا الموليكيول حتى يوصل لمراحل متقدمة، بس بتجدهم إنه فعليا عملوا R&D، عملوا بحث تطوير، جابوا مركبات سواء كانت نباتية أو مستحضرات طبيعية أو غيرها، وعملوا سكرينينج واكتشفوا إنه هذا مركب ممكن يمنع الإنزيم ويصلح لمرض معين. فإذا موجود زي ما ذكروا الإخوة إنه أكيد الطموح لإشي أكبر، التعاون مع الصناعة لابد يكون أكبر، بس بنفس الوقت أقول بصراحة الصناعة غير مستعدة الآن مثلا إني أروح أنا أستخدم مختبر في الجامعة وأنا أعلم إنه الأجهزة اللي فيه مش qualified أو مش validated، فممكن هاي الأجهزة تزبط لresearch بيربس، بس ما تزبط إنه فعليا إني أنا أطور فيها فعليا دواء يخضع على regulatory action، أو والله راح يقدم لهيئات صحية لأنه راح يسألوني هذا الجهاز فعليا كيف البرنامج الصيانة تبعه، شو الفاليديشن، شو الكاليبريشن، وهاي قليل ما نجدها في الأجهزة في الجامعة. فهي تصلح لريسيرش بيربس، نتمنى أنه يكون في عندنا مراكز وتتطور أنه يكون في أجهزة قادرين أنه نستعملها وتكون فعليا حتى زي ما ذكروا الإخوة مثلا حتى عجزة التحليل، يعني PCR ممكن وزارة الصحة بدها تستخدمه في الجامعة، بس إذا كان هذا PCR مش qualified ومش validated
كيف بدي أخذ نتيجته وأعطي إنه هذا المريض أنت إيجابي أو سلبي نتيجتك؟ إذا أنا مش واثق بالضبط بالنتيجة اللي طلعت منه، ممكن أخذ نتيجته للريسيرش بيربس، بس نو واي إني أقبلها فور دايجنوستيك بيربسز، إني أحكم على مريض إنك أنت راح تخضع للعلاج وممكن يكون في نسبة خطأ. بالتالي هذا موضوع لابد من الجامعات إنه نطوره. إذا في جزء من اللي تفضلت فيه سمية هو صحيح نطمح للأفضل، بس ما نقتل الذات ب يعني إنه ما عندنا R&D وما عندنا، لا موجود، بس هو للأسف أقول حسب الإمكانيات المتوفرة. دكتور محمد بس تسمح لي بمداخلة على نفس اللي فضلت فيه من ثانية. تفضل. هو الحقيقة زي ما حكت بنتنا سمية إنه في عقول في الأردن أكيد 100%. الشيء الرئيسي بشركات الأدوية اللي تنتج دواء بعد ما يخرج من R&D يحتاج إلى تمويل يصل إلى أكثر من مليار دولار، فإحنا مبالغ ضخمة ما عندنا هالمقدرة المالية تبروسيد لبايبلاين واحد واثنين وستيجز بحيث ينزل الدواء النهائي. فهي بس تعقيب على الدكتور وتأكيد لدى حكى الدكتور محمد. دكتور باف، في عند حضرتك مداخلة على نفس الموضوع، تفضل. نعم، الله يبارك فيكم، شكرا للدكاترة جميعا على رأيهم. خلينا أعطيكم شوي رأي اللي أنا بشوفه في أمريكا عندنا هون، لأنه في اللي بيغفل عنه كتير ناس من اللي ما بيشتغلوا في شركة دوائية نفسها، إنه أصلا الشركات الدوائية زي فايزر بالرغم من إنه عندنا بايبلاين من R&D، اغلب اللي مش بديش احكي اغلب بس جزء كبير زي ما هلا حكيت عن السنتر فور ثيرابيوتيك انوفيشن وغيره مبني على انجازات اصغر قامت بها شركات صغيره او مراكز بحثيه او دكاتره في جامعات. بدي احكي اربع محاور ان شاء الله اقدر الخصهم بسرعه كيف ممكن انه هذا يفيد الاردن جدا. اول إشي، مش شرط إنه الدكتور اللي بيكون في جامعة بده ينجز شغلة لازم يكون عنده مخيلة من الألف إلى الياء لإنتاج الدواء بتكلفة كذا وكذا. في عالم البيزنس حتى بما فيها الصناعات الدوائية في إشي بسموه MVP Minimal Viable Product، ما هو أقل، حتى لو أنت بتبيع بدك تفتح محل، المواخذة على التشبيه، لو بدك تفتح مطعم حمص وفلافل عشان تفتح المحل لازم تحكي أنا بدي على الأقل أقدر أبيع الفلافل، إذا في طلب عليه كفاية معناته أنا عندي بيزنس، مش شرط يكون المطعم يحتوي لميت كرسي وإضاءات وتلفزيونات. وهذا المثال فعليا هذا اللي بيصير في الشركات الدوائية هون. كثير من المختبرات بتروح بتعمل إشي بسموه spin off عن طريق بيكون عنده فكرة كويسة، عمل زي ما تفضل أحد الدكاترة عند الآن إنه وصل إنه هذا المركب إله efficacy. شو بيروح بيعمل؟ بمسك هذا المركب وبياخد براءة الاختراع منها من الجامعة، بيشتري من الجامعة وبيروح بيفتح شركة صغيرة، حتى لو تكون شركة مش وهمية، شو بسمها virtual، يعني مش شرط يكون إله مكتب. وشو اللي بيعتمده اللي هو، فهذا أول محور، إنه مش شرط تكون الفكرة كاملة من الألف إلى الياء على على عاهل الدكتور أو المختبر. الموضوع الثاني، في عندك بنية تحتية زي ما في الأردن وسمعتها طيبة الكلينيكال ريسيرش أورجانيزيشنز، في أمريكا، وأنا صراحة ما لمسته في الأردن للأسف إلا يعني لمسات خفيفة، بسموهم برضو CRO اللي هم بسموهم كونتراكت ريسيرش أورجانيزيشن للبري كلينيكال وورك. يعني زي ما تفضل الدكتور، أنا مو شرط يكون عندي ويل فاليديتد PCR، بس أنا بقدر أروح عند الدكتور خالد خريسات عنده شركة صغيرة كل شغلتها انها تساوي فاليديشن للبي سي ار وتطلع لك ويل فاليديتد بي سي ار داتا. والدكتور خالد القاعود نفس الشيء عنده جود سيت اب لإلايزا مثلا، فلما تيجي حتى هذا بيساعد مش بس الباحثين، هذا بيساعد الدوله لما يصير موقف زي اللي احنا فيه، عارفين ان الدكتور خالد القاعود والدكتور خالد خريسات عندهم ويل كواليفايد إلايزا سيت اب اند ويل كواليفايد بي سي ار سيت اب، وهذا معروف على مستوى العالم. فهذا ثاني موضوع اللي هو يكون عندك بري كلينيكال research organization. والشركات اللي في أمريكا بما فيهم زي موديرنا هاي اللي هلأ عامل ضجة وطنة ورنة، حتى إحنا فايزر لما يصير عنا عدد مهول من التجارب كتير منروح منودي تجارب على CROs يساويهم عنا، وإحنا بس منساوي رقابة عليهم نتأكد من جودة المعلومات. وطبعا في مكتب بنتقي هاي CRO هذا كويس وهذا CRO مش كويس وهذا بطيء وهذا غالي، ويعني إلها business structure كامل. هذا يحبذ لأنه هذا في نطاق عملي، إنه كنت أحاول بشكل يعني جاد إني أحاول ألاقي
زي هيك حركات في الأردن ما لقيتها كتير، بس أعتقد هذا بزنس opportunity كويسة في الأردن. ثالث موضوع بالنسبة للأردن اللي هو عمان دكتور، بدنا نحكي بالموضوع إن شاء الله. الموضوع الثالث اللي هو بدك مش الانفراستراكتشر أو الانفراستراكتشر القانونية في البلد، هذه مسؤولية الحكومة. لأنه لما مثلا أنت تيجي تشتغل شغلة زي لو ناخدها رسالة توصية، لما أنا أكون طالب من الأردن وطلعت على أمريكا الكل كان يطلب مني رسالة توصية، لكن لما يشوفوا الأسماء كلها من الأردن يحكوا إحنا ما بنعرفك ولا بنعرف اللي من الأردن. لكن لما تحط إطار حكومي وأقول أنا والله رئيس الوزراء اللي باعتني عليكم، رح يقولوا أكيد هذا مش جاي يعني من فراغ، في عنده إطار قانوني في الدولة عنده تسمح له بشكل نقدر نقيمه. أما ناخذ كلمة بالله الدكتور باسل حكى، هذا مو كافي دكتور باسل. لكن لما أشوف أنا زي تشريعات اللي عملتها الحركة الجميلة اللي عملتها الوزارة، تشريعات الخلايا الجذعية في الأردن، هذا إنجاز كبير. حتى لو أنه ما تم تفعيله 100%، لكن على الأقل عندك إطار قانوني تقدر أنك تدافع عنه. الشغلة الأخيرة اللي هو إحنا على الأقل من واجهة، حتى هي يمكن لازم أول إشي كان لازم أحكي المحور الرابع هذا أو المحور الأول، خلينا نرجعه، اللي هي مشكلة إحنا من واجهة حتى في أمريكا، وأحد الدكاترة تفضل فيها الآن الريبروديوسابيليتي للداتا اللي بتطلع من الأكاديمية. يعني إحنا عدم مؤاخذة من هالكلمة، يعني إن شاء الله ما تكون جارح لأي حد، إحنا وإحنا فايزر لما يجي مشروع بدنا نقيمه، لما نعرف إنه جاي من أكاديمية الكل بهرب منه، لأنه مشكلته أنك راح تقعد تشتغل ليل ونهار وبعدين بعد 3 شهور تكتشف أنه كل هذا الشغل مش عارفين نعيده، لأنه الباحث ما عنده validated tests، ما تفرجش على variables، ما حسب حساب confounding factors، data analysis تاعته كذا، animal model تاعه مثلا مش مقيم تقييم صحيح. فهذا برضو بيسبب مشكلة لنقل التكنولوجيا من المختبرات تاعت البحثية تاعت الجامعة إلى الشركات الدوائية. فإن شاء الله يعني أعطيتكم فكرة، على الأقل هذا بيصير في بأمريكا على فكرة، هذا مو حكي تنظير مني. يعني إذا بتتفرج على بيئة العمل في كتير شركات افتحوا، يعني لو بتعمل categorization للبيوتكنولوجي companies في أمريكا وقسمهم على أعدادهم، وممكنك تساوي هذا البحث في لينكد إن البيوتيك، راح تكتشف انه كتير من البيوتيك كومبانيز they are 5 to 10 people maximum. maximum 5 إلى 10 أشخاص، وكل الشغل المخبري يتم في CROs. نعم شكرا. يسلموا دكتور باسل. في بس سؤال أخير، نداء، دكتورة نداء معنا؟ دكتورة نداء، دكتورة نداء. طيب إذا خلينا سريعا على المحور الأخير، سريع، إحنا يمكن إلنا ساعتين، يمكن دكاترة تعبوا والناس، بس إنه يعني بتوقع إنه لازم نكمل، ولا في ولا الدكاترة بدهم مش يكملوا. طيب تسمعني دكتور؟ دكتورة نداء تفضلي سريعا. تسمعوني؟ نسمعك. تسمعني؟ نسمعك دكتورة، تفضلي سؤالك سريعا. السلام عليكم، شكرا طبعا لل تعرفين حضرتك ومن اي جامعه. ماشي، انا بس عندي سؤال واحد بلا زحمه. نعم. احنا نعرف بانه الامراض مو جديده على هذا الكوكب، يعني منذ الاف السنين وموجود الامراض والفيروسات والبكتيريا. يعني احنا في قبل 100 سنه او 200 سنه او حتى قرن اكتشفوا اللقاحات للجدري والسل، شنو الصعوبة الآن اللي يواجهها العالم في اكتشاف لقاح لهذا الفيروس؟ هل إن الحكومات غير جادة فعلاً في إيجاد هذا اللقاح بسبب تجار الموت وبسبب معامل الأدوية، أو إنه فعلاً أكو يعني أكو فد شغلة مختلفة في هذا الفيروس يعني يخلي يختلف عن باقي الفيروسات؟ بالمناسبة أنا مو طبيبة، أنا اختصاصي كيمياء بس متابعة جيدة لهذا المرض، يعني أتابع أي ندوات تخص هذا المرض. أهلا وسهلا. يمكن دكتور خالد يمكن هذا السؤال كثير أخذ مطولا بالويبنر الماضي، بس يعني مش غلط هلا مع السؤال اللي بدنا نسأله لحضرتك بأنه تجاوب السؤال هذا بالمختصر. هلا سؤالنا موجه باتجاه الباحثين، هل الباحثين ممكن يكون لهم دور دكتور خالد، يكون لهم دور بتوجيه صناديق الدعم أو صناديق المنح للبحث باتجاه البحث التطبيقي أو لا؟
دكتور خالد. اوكي. الله يعطيك العافيه. بالنسبه لسؤال الدكتوره نداء، احنا زي ما قلت يعني اشبعناه في الويبنار الماضي وبينا انه ما زال في فيروسات من عشرات السنين بيشتغلوا عليها كلينيكال ترايلز على بعض الفاكسينز يعني، ولم تصل الى الريجستريشن انه في فاكسين موجود. ومن ضمنها على سبيل المثال حكينا على الايبولا وحكينا على الويست نايل فيفر واشياء اخرى والزيكا، يعني ما في الها. فهو ليس بدعا من الفيروسات، هو فيروس زي بعض الفيروسات اللي الان فيها اشكاليه. السؤال، هل هي الاشكاليه تقنيه ولا اشكاليه في الفيروس نفسه ولا اشكاليه في تقنيه؟ لا، هي الاشكاليه الحقيقيه انه الابروتش تبع صناعه الفاكسين وانتاج الفاكسين حتى يمر في مراحل مختلفه تحتاج الى وقت، وهذا الوقت يعني المينيمم اللي هو عمله في ميرج لكثير من المراحل، يعني دمجوا بعض المراحل كالتريال 1 مع البري كلينيكال و2 مع 1 ونقصوا عدد البيشنتس والانديفيدجوالز ممكن عليهم الاستديز، ومع ذلك ظل احنا بدنا 9 اشهر تقريبا على الاقل حتى نقدر نحكي عن فاكسين انه موجود. فهي المشكله ليست مشكله سياسات، انا ما اظن في سياسه او في حد بده يخفي الفاكسين او في حد له مصلحه انه الفاكسين ما يخرج، لا، هي قضيه ابروتش حقيقي طبيعي لازم يمر فيه، يعني هذا الطريق لازم يمر فيه تطوير المطعوم. الان بالنسبه للباحثين، كيف الباحثين ممكن يوجهوا البحث العلمي باتجاه التطبيق؟ انا اظن انه هاي بتعتمد قضيه كبرى، يعني الان احنا بالنسبه للكورونا حط الصحه او قضيه المطاعيم والادويه في قمه هرم اهتمام حتى الناس العاديين. يعني انت اليوم بتسمع اي شخص موجود صغير كبير بيقول لك يا اخي ليش مش مطعوم لكورونا، انتوا جماعه المختبرات ليش مش عارفين تطلعوا شيء، جماعه الادويه ليش مش عارفين تصنعوا دواء، ليش ما فيش عندنا يعني دياجنوستيك كيت موجودة في السوق أردنية. الآن هذا الموضوع ليس موضوع فقط مشكلة الباحثين، الباحثين عندهم همومهم، عندهم مشاكلهم، عندهم أبحاثهم، القضية تحتاج إلى تشريعات بصراحة. وإحنا زي ما قلنا بالبداية، إحنا اعتقدنا في بداية المشكلة بعد الحجر وأثناء الحجر والدسكشنز اللي كانت تصير والاهتمامات، وكل يوم نتفرج على التلفزيون عشان نسمع النشرة وعشان نسمع أعداد الإصابات وشو الإجراءات، كنا دائما نقول إنه ما بعد كورونا سيختلف عما قبل كورونا. الآن كل العالم رح يركز على الصحة، الغذاء رقم واحد صحيح، لكن الصحة الآن الفيروسات ممكن تهاجمنا بأي وقت، لازم نكون جاهزين. إذن لازم بدنا مراكز وبدنا نعزز قدراتنا على البحث العلمي على إنتاج مطاعيم وأدوية. الآن هل هذا الكلام رح يستمر؟ بصراحة القضايا المادية اللي هي التراجع المادي في دخل كل الدول العالمية رح يكون له تأثير سلبي في هذا الاتجاه، لكن التشريعات مهمة. التشريعات لا تحتاج إلى مال، يعني على سبيل المثال أضرب لكم مثال، البحث التطبيقي سينتج عنه في الغالب سينتج عنه براءة اختراع، أو سينتج عنه بعد براءة الاختراع شركة spin off company لازم تنعمل. الآن لا يوجد أي spin off companies خرجت من الجامعة، قام دكتور بتسجيل شركة بناء على proof of concept عنده على منتج، يعني أنتج منتج، سجل براءة اختراع، أكد وعمل validation، وبعدين راح عمل شركة. ليش؟ يعني لما نسأل حالنا هذا السؤال، ليش هذا الشيء مش موجود بالأردن؟ أنا ممكن أعمل virtual company زي ما حكى الدكتور باسل الله يجزيه خير، هو حط النقاط على الحروف، وممكن أعمل virtual company، يعني ما بدي أنا شركة يكون فيها 100 واحد وأنا كباحث منين بدي أجيب لهم رواتب وكذا. بس ليه ما بيحصل هذا الأمر؟ ونسأل حالنا أسئلة كثيرة، ليش كثير من الزملاء عندهم براءات اختراع لأدوية لمنتجات chemical entities سهل إن نعمل عليها دراسات، وهو عمل الدراسات وأنجزها وأثبت بأنها antimicrobial، لكن ما قدر يطلعها لمنتج حقيقي ولا قدر يبيعها لأي شركة. ليش؟ هذا الأمر رجعنا للتشريعات. التشريعات للأسف في الجامعات الأردنية وأظني جزء من العالم العربي ليست ناضجة التشريعات لإيجاد علاقة بين الصناعة والأكاديمية وإخراج منتجات البحث العلمي إلى الـ إلى 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 النور أو إلى المنتج النهائي. على سبيل المثال يعني أضرب لكم أمثلة أنا عشتها شخصيا، يعني إنه كان في يعني زي ما تقول promising product مسجل فيه براءة اختراع في أحد الجامعات،
فجاء احد الاشخاص المهتمين من كامبريدج وقال للجامعه انه احنا بدنا ناخذ هذا المنتج من الدكتور ونشتريه من الجامعه ونطوره از انتيبايوتيك. الان خلينا نتخيل الجامعه صرفت على البحث العلمي تقريبا بجوز اعطوا الدكتور 30,000 ماكسيموم حتى انتج هذا طلع بهذا البرودكت والسينثيسيس والاناليسيس وما غيره والانتي مايكروبيال. الان الشركه بدها تدفع حتى تمشي بالكلينيكال ترايلز والبري كلينيكال والكلينيكال والتسجيل وكذا، بدها تدفع لها شيء يعني مليار مليار ونص حتى تصرف عليه حتى تطلع دراج. الجامعه بتقول تعليماتها انا باخذ 50% من الارباح، يعني انا بشارك الشخص اللي بده ياخذ هذا المنتج ب 50%. الان تسالنا دكتور باسل يعني فايزر كم بتدفع للجامعه اذا كان في عندنا 7% 5% 12% ماكسيمم. انا هاي معلوماتي يعني متواضعه. الآن التشريعات بالجامعة اللي بتقول إنه أي شركة بدها تيجي تأخذ منتج مني أنا كباحث بالجامعة لازم الجامعة تشاركها بخمسين بالمية من الأرباح. ما في أي شركة بتدخل بأجريمنت أو بديل مثل هذا. هاي أحد الأشياء أنا بصراحة ما بدي أحكي كثير. الآن مكاتب نقل التكنولوجيا وتطويرها اللي لازم عيونها تكون مفتوحة في الجامعات، مين بيشتغل بحث تطبيقي علشان تطلعه للقطاع الخاص ولشركات على أساس تستثمر فيه، هاي الآن قاصرة كمان والصرف عليها قاصر وبتبدأ لكن بصلها مع الوقت للأسف فيدينج بروح ألقها بينتهي. فهذا الموضوع ليس فقط ملقى على الباحث، الباحث التجارب الشخصية شخص أبروشت أكومباني أو العكس ناجحة وشفنا دكاترة في جامعات طوروا لشركات بعض المنتجات وبعض التحاليل، لكن كسيستم غير قائم. فبتظل القضية كلها قضية للأسف تجارب فردية غير قابلة للتوسعة إلا إذا التشريعات الجامعية والتشريعات البحثية في الأكاديمية طورت نفسها وغيرت من هذا الأمر. يسمو دكتور جميل، أنا حقك علي نسيتك. دكتور جميل بزن. بسيطة دكتور، يعطيك العافية. بسيطة يعطيك العافية. واضح الصوت دكتور؟ واضح، تفضل. طيب يعطيك العافية، ويعني الوقت متأخر بديش أطول عليكم صراحة، لأنه أصلا أنتوا المواضيع اللي طرحتوها لو بدنا نأخذ بس محور من اللي عملتوه لحاله كمان بده ندوة كاملة. يعني هي عبارة كانت عن إضاءات على بعض ما يحدث، سواء هلأ الموضوع هذا متشابك كثير. يعني لو بدي اجي احكي لك مثلا عن الفحوصات المخبريه، فيها لسه كثير مشاكل وفيها ظروف يمكن لازم الواحد يكون شغال فيها لا يعرف المشاكل هاي، واكيد بتعرفوا. بدنا نيجي نحكي عن الابحاث اللي بتتعلق بالموضوع، سواء بنحكي احنا مثلا عن باسيف اميونيتي ولا بنحكي عن اكتيف اميونيتي مشان نعمل فاكسينيشن. لسه بعد راح الصوت دكتور جميل. تعيد دكتور جميل. دكتور جميل انت معنا؟ دكتور جميل. طيب نروح مع دكتور جميل، راح الصوت ففي جزء ما وصل. دكتور جميل سامعني دكتور؟ هلا سامعك، راح الصوت جزء بآخر فقرة ما وصلتش للأسف. طيب بسيطة دكتور، يعني الله يعطيكم العافية. صراحة المحاور اللي ذكرتوها هي محاور كثيرة، والمحور الواحد منها صراحة بيحتاج لوقت كمان، يعني محاضرة ثانية لكل محور، فأنا بديش أطول. يعني حتى لو بدنا نيجي نحكي الفحوصات المخبرية لحالها محور، الأبحاث والفاكسينيشن سواء باسيف إميونيتي أكتيف إميونيتي فيها شغل وفيها حكي كثير كمان. لكن خليني أحكي بالنسبة لدايركت للموضوع اللي هو الإمباكت أون ريسيرش. نعم، لما بنحكي عن إمباكت أون ريسيرش، سؤال، هل في عنا إحنا مفهوم الجامعة البحثية؟ نعم. إحنا يعني اللي بس جامعات تدريسية وامتحانات وبعض المشاريع، نظام البحث العلمي والترقيات عندنا في الجامعة. للأسف لو بدي اجي اطلع على هذا الموضوع، اذا بدنا نحن نحكي عن بحث تطبيقي وصناعي ويؤثر على الاقتصاد ويؤثر على ادوي الابحاث احنا اللي بنعملها يعني مجرد للترقية، الهدف الرئيسي او لو نحكي نسب جزء كبير جدا منها للترقية.
يعني شو المانع اذا انت المفروض العالم الان زي ما بقول قبل كورونا الان بعد كورونا راح يكون قطعا مختلف وراح يكون العالم له شكل جديد في كل النواحي. طيب مش هذا لازم يتطلب معاه ان نغير في العقليه ويصير عندنا تفكير خارج الصندوق؟ هل لازم انت تقعد 5 سنين وستة وتجمع 6 و8 و9 ابحاث مشان تنتقل من درجه لدرجه بتصفي؟ طيب انا لو اني اركز في بحث معين 3 سنين 4 سنين 5 سنين في بحث واحد بكفي واحد، لكن يؤدي بالاخير الى نتيجه يمكن تتحول الى تطبيقي واترقى عليها مثلا، احسن ما اني اشتت جهدي على اني بس اجمع 4 5 6 بيبرز، صح؟ نعم. يعني مثلا اذا بتذكر صحيح واتسون وكريك اللي طلعوا لنا شكل الدي ان اي الحلزوني اخذوا نوبل برايز على 1 بيبر. نعم. فبرأيي كونه حتى الشركات الصناعية زي ما حكى الدكتور باز في أمريكا بالأخير في مرجع في علاقة مع الجامعة، يجب أن يكون عند البدء إنها تكون الدافع والدعم سواء التشريعي أو المالي أو كذا يكون من داخل الجامعة، ولازم يتغير والدكتور يكون صراحة في وضع مريح كمان. يعني عدم مؤاخذة لو بدك تحكي دكتور بس يكون شغلته فقط في الجامعة إنه دكتور يدرس، قطعا هذا لن يستطيع أن يكون بمسؤولياته، لازم أنه يكون مرتاح والتشريعات تسمح له وجود مختبرات وما في شغل في ريسيرش. يعني بعض التعليمات اللي بتتعلق بالبحث الترقي أنه بدها تكون سينجل أوثر مثلا، أنا مش عارف إذا في بحث يعني حقيقي كبير محترم تطبيقي وأدي نتيجة ممكن يكون في واحد سينجل أوثر، هل هذا منطق؟ نعم. يعني بس حبيت ما بديش أطول عليكم أكثر من يعني دكتور، يعني هو بالنهاية يعني إحنا بدنا ندخل بالمواضيع هاي هي فيها جلد للذات سريعا بس يعني نحكي بدكتور ياسر، يعني حضرتك ذكرت موضوع البحث اللي ممول من مؤسسة عبد الحميد شومان. دكتور ياسر معنا؟ أكثر ما. بس يعني بس نيجي نحكي هل البحث هذا ممكن يكون له كونه هذا البحث تم يعني تم عمل الديزاين له ما قبل كورونا، هل ممكن إنه يصير في تعديل عليه بإنه يكون في له فائدة بكورونا أولا، وهل بتفكروا بإنه يصير في شراكة مع قطاع صناعي بهيك بحث؟ يعني والله هو زي ما حكيت هو بداياته الأبحاث اللي ممكن إذا مختبرات خاصة خاصة يعني حتى هي موجودة مختبرات السيلكلتشر العادية، لكن لازم تكون موجودة في مكان واحد موجود في مختبر الفيروسات لأنه صعب أن تتنقل العينات من مكان لآخر. الان احنا في لسه في 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 طور البدايه زي ما بنحكي، بنحاول انه نطور البروتوكول في عمل الايفالويشن للانتي فايروسيتي سواء كان لناتشرال برودكت او لسينثيتيك كومباوند. النيه الان انه اما ان شاء الله نعمل اكستنشن للبحث نفسه او نقدم بروبوزل ثاني بحيث انه نشتغل على فيروسات ثانية اللي هي متعلقة بالكورونا، كورونا فيروس مش زي ما حكيت يمكن مش راح يكون الكوفيد 19 أو سارس 2، ولو إنه كمان إنه الشغل عليهم مش مستحيل، شوية موديفيكيشن وشوية لوجيستكس للمختبر تاعنا ممكن تسمح لنا إن نشتغل عليهم. إحنا في مراحل أولية الآن، صعب نجي نحكي والله راح يكون مرحلة لتطوير برودكت او لعمل دراسات خلينا نحكي نوعيه. احنا في هاي المرحله لغايه هاي اللحظه راح يكون ابحاث الى حد ما اوليه. الان هذا لا يعني انه والله انه ما راح انه ما في نيه او انه ما في خلينا نحكي بوتنشل انه والله يتطور البحث الاول الى بحث خلينا نحكي متقدم اذا كان في عندنا promising results. واكيد يعني كمختبرات وكباحثين بنكون سعداء اذا بكون لنا شركاء سواء كان من القطاع الصناعي او حتى من اي قطاع اخر انه كدعم او كبارتنر او كشريك في هذا البحث. شكرا دكتور. دكتور ابو خليل معنا ولا نمت؟
دكتور، يعني دكتور ناخذ جزئيه معينه، كونه حضرتك حكيت العوائق اللي ممكن تكون موجوده بين سواء اكاديميا او اندستري، خلينا ناخذ جزئيه معينه يعني كموديل. هل ممكن الصناعه تفكر بانها يعني هل المشكله بالجامعات بدنا نعتبر كواليتي مانجمنت سيستم، مواضيع كلها بتخص الكواليتي مانجمنت سيستم سواء كاليبريشن او غيره، هل ممكن صناعه توجه الباحثين او تعتبر كليه او مختبر معين في جامعه لاب لها بحيث انها تستثمر مثلا بالكواليتي مانجمنت سيستم ويكون الاوتبوتس والديليفربلز تكون رايحه باتجاهها؟ هل هيك موديل ممكن يكون موجود؟ والله يا دكتور خالد، يعني اذا بدنا نحكي على الواقع وارجع لكلام الدكتور خالد بالنسبه للتشريعات، انت اذا الجامعات او اضرب مثل الجامعه الاردنيه تفرض على الدكتور انه اذا بيعمل مع مصنع بده يدفع 20% من اللي بياخده فعليا للجامعه، وهذا فعليا الدكتور فعليا راح يشتغلها خارج اوقات عمله، وفعليا انه يدفع عليها ضرائب ويدفع عليها، كيف بدك تشجع هذا الدكتور انه فعليا يعمل فيه في الجامعه؟ اذا بدك فعليا تفرض زي ما حكى الدكتور ايضا انك الطالب ب 50% من الارباح او تحط قيود معينه او شروط تعقيديه في التعاقدات، كيف بدك فعليا انت تنجز هاي الاتفاقيات؟ اذا لا زال في بيروقراطيه كبيره جدا في الجامعات للاسف. ممكن انه احد الاسباب انه مع احترامي طبعا لكثير من اساتذتنا اللي تولوا رئاسه الجامعه وادارتها، بس في كثير منهم بعيد عن الناحيه التطبيقيه وعن الصناعه، فبالتالي ما تفهم هذا الموضوع وما ساعد انه فعليا يكون في اندماج حقيقي بين الكليات اللي لازم يكون ابحاثها ابحاث عمليه وفعليا اكثر منها تكون بيسك ريسيرش، تكون فعليا ابحاث اقرب للماركت وللسوق. فعليا هاي الكليات تعاني منها، كليه الصيدله على سبيل المثال اللي فعليا ابحاثها لابد ما تكون موجهة لإنتاج دواء جديد أو موجهة لخدمة المرضى أو غيره، أبحاث تطبيقية أكثر منها أبحاث بيسك ريسيرش. فالتشريعات في الجامعات ما تساعد للأسف، نقص التجارب زي ما حكى أيضا دكتور حاتم، فعليا ما صار في أمثلة أيضا تشجع الجانب الصناعي على أنه التعاون في هذا المجال للأسف. يعني لو ينجح مثال أو مثالين هذا راح يشجع أيضا الصناعة، بس برضو برجع وبحكي العائق الكبير جدا أنه فعليا ما في فعليا ثقة كبيرة أقول في نتائج الـ 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 الأبحاث، خصوصا أنه أيضا ذكر ذلك الدكتور جميل البزور أنه فعليا البحث بيتم عمله بطريقة سريعة وممكن التجربة ما يتم إعادتها وفقط نشر نتائجها، فبالتالي ما بتشعر إنه هذا فعليا إنه هذا الباحث في عنده لاين محدد وسبيسيفيك إني أنا ألجأ له فعليا لما أحتاج شغلة متخصصة في هذا المجال. بتجد فعليا الباحث ولظروف مختلفة، منها الترقية منها الدعم المادي، من انه يتنقل من نوع من الابحاث الى غيره، فبالتالي ما نتج عنه التخصص المطلوب اللي ممكن الصناعه تلجا له تلجا لهيك خدمه. فان شاء الله مع الوقت على الاقل يكون في مراكز متخصصه في الجامعه زي ذكر الدكتور ياسر، اذا كان في مركز او مختبر متخصص بالفيروسات هذا راح يساعد، لأنه هذا فعلياً راح يكون الأجهزة qualified, validated, النتائج موثوق فيها. فنأمل أنه يكون في مراكز متخصصة بحيث أنه يبدأ هذا التعاون بين الصناعة والأكاديمية. يسلم بس بقى أعقب على الدكتور محمد. تفضل. دكتور محمد كيف حالك؟ يعطيك العافية. زمان والله. الله يحفظك. الله يسلمك. دكتور يعني بس كمثال، هي مش للشخص،
بتتذكر يعني يمكن البروجكت اللي اشتغلنا روماتيك وثبتنا انزيم ودخلنا على سيجنال ترانزدكشن وعملنا اكس ريز لرات ومثلا وقفنا صح؟ يعني كانت الحقيقة دكتور إذا بتعتقد إنه بروميسينج. طب إحنا يعني لو بحكي هذا البحث له 6 سنوات، تخيل لو إنه الواحد استمر 6 سنوات يكمل باللاين هايد، ألا تعتقد إنه ممكن على الأقل نكون وصلنا لإشي حقيقي؟ هذا ما ذكرت إنه فعليا للأسف الظروف مختلفة تجعل إنه الباحث ما يستمر في نفس اللاين وما يستمر فيه. يعني أنت تجد باحثين بالغرب أمريكا ولا غيرها تجد أنه مقضي فعلياً 20 سنة بالبحث على مركب معين، كيف فعلياً هذا بيشتغل على الريسبتر وكيف بيركب الريسبتر بيؤدي فعلياً للكاسكيد وفري أكسس فعلية. إحنا فعلياً لا، أنت بتأخذ جزئية وثم تنتقل إلى بحث آخر. فطبعاً هذا من أسبابه الكبيرة فعلياً الدعم المادي فعلياً متوفر، وايضا اللي ذكرته انت يعني كمان ايضا الباحث عنده مسؤوليات تدريس وعنده مسؤوليات الترقيه وعنده مسؤوليات كثيره بده بالنهايه بده يتواكب معها. بس انا دفنت لي انا معك 100% انه احنا بنتصنا بالبحث التخصص، وما اعني في التخصص انه فعليا امسك مجال معين او بحث معين واستمر فيه. يعني اني اجد لما انت تنشر ببليكيشن في موضوع معين او على مركب معين اجد انك ناشر انت 10 او 20 ببليكيشن على نفس الموضوع وعلى نفس المركب. انت بتكون اكثر واحد عالم فاهم هذا الموضوع. هذا اللي نتمناه في المستقبل ان شاء الله. يسلموا دكتور. يعني خلينا نحكي ختام هو مسك مع الدكتور حاتم، والموضوع الاخير اللي هو كونه من الباحثين اللي اشتغلوا كثير على بموضوع سواء الصيدله الصناعيه البايوتكنولوجي للدراج دليفري سيستم. دكتور شو امكانيه التطبيق بالصناعه بالذات هلا؟ يعني احنا قاعدين بنحكي في تغيير بما بعد كورونا، فهل ممكن يكون في تغيير؟ تفضل. يعني دكتور هو فعليا اذا كان في هناك تغيير واذا كان في هناك مجال للتطبيقات انا اعتقد انه بده يتغير البزنس موديلز اللي بتشتغل فيها اصلا الصناعه. احنا مدركين انه الاكاديميه بتعاني من مشاكلها، وهذا اللي انا يمكن حكيته في اجابتي على السؤال الاول للاخ حمزه. الاكاديميه بتعاني في قدرتها على عرض خدماتها وفي نوعيه خدماتها. الان المشاكل تبعت الاكاديميه المتعلقه بضعف الانفراستراكشر، ضعف التمويل، هاي قضايا احنا كلياتنا متفقين عليها. ويمكن بالاضافه لها اوكي في وارد برضه كمان القضايا ضعف التشريعات الناظمه للعلاقه فيما يتعلق مثلا بالملكيه الفكريه، هذا وارد، لكن هذا حقيقه هو نص المشكله. النص الثاني زي ما ذكرت لك دكتور العزيز متعلق حقيقة بالصناعة الدوائية، وبدنا أن نواجه الواقع في الصناعة الدوائية سواء كانت في الأردن أو في المنطقة. الصناعة الدوائية في الأردن والمنطقة هي عبارة عن جينيريك اندستري، صناعة أدوية جنيسة بمعنى ثاني. اللي احنا بنحاول نقوم فيه بالصناعه او اللي بتقوم فيه الصناعه هو فعليا عباره عن عمليه تطوير مستحضرات لادويه، انظمه ايصال دواء، اشكال دوائيه لادويه تم تطويرها مثلا من فايزر على سبيل المثال، من شركه من البيج فارمز. فانت فعليا اللي عم تشتغل فيه راح تضلك دائما محدد في المتابعة ما تنتجه الشركات العالمية. نعم. بدي أنا أضيف عليها نقطة إضافية إنه الآن برضو كمان الصناعة الدوائية برضو كمان للأسف وهذا الواقع تشتغل على الحد الأدنى من التكنولوجيا اللي بيسمح لها إنها تنتج هاي الجينيريك دراجز، هاي الأدوية الجنيسة. على سبيل المثال في كان هناك أحد المدراء العامين لشركة كان بيحكي إنه جزء من استراتيجية، تخيل إنه جزء من الاستراتيجية تبعتهم إنه فعلياً يشتغلوا على أدوية
immediate release solid dosage form لأدوية بتنتمي للبيوفارماسيتيكال كلاسيفيكيشن سيستم تايب 1 أو كلاس 1 من دون الدخول في تفاصيل فنية حقيقة يمكن بعض الزملاء من 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 يجوا من خلفية صيدلانية البعض الآخر يمكن ما يجوا من خلفية صيدلانية لكن الفكرة الأساسية إنه عم بيشتغل على مستحضرات وبيطور مستحضرات فعليا التكنيكال بارير الحاجز التكنولوجي فيها أقل ما يمكن أنت مش بحاجة لتكنولوجيا متطورة فيها مشان انك انت تنتجها الان لما ما يكون في عندك انت حاجز تكنولوجي راح تلاحظ انه الشركه هاي عم تنتجها الشركه الثانيه عم تنتجها الثالثه الرابعه الخامسه فبتتخيل كيف انه الصناعه الدوائيه وعلى الاقل بعض الصناعه الدوائيه ممكن يجي ويفكر انه هاي عباره عن استراتيجيه عمليات تطوير سريعه لكن اذا كانت سريعه عليك راح تكون برضو كمان سريعه على منافسيك وبدل ما انه يكون في هناك مستحضر واحد في السوق راح يكون في هناك 17 مستحضر الآن بشغلة زي هيك جينيريك موديل بهذا الشكل هذا فعلياً مش بحاجة لتعاون مع الأكاديمية الأكاديمية مش راح تحل مشاكل له لأنه أصلاً ما في هناك مشاكل هو اختار أصلاً أنه يستخدم مستحضرات أو ينتج مستحضرات قيمتها محدودة قيمتها التجارية محدودة بكل بساطة عم بينتج مستحضرات التكنولوجيكال والنوليدج بارير فيها أقل ما يمكن يمكن هو بعتبر انه هذا يعني يمكن انه استراتيجية ذكية حقيقة هي مش استراتيجية ذكية انا سمعتها باي ذا واي في مجال التفاخر انه هاي الاستراتيجية اللي احنا عم بنقوم فيها فالان احنا بدنا نطلع من هاي العقلية في الصناعة الدوائية بعرف الدكتور محمد مثلا موجود الان في الصناعة الدوائية وبيعرف الوضع هناك بشكل كبير بس الان هاي العقلية موجودة الموديل تبع الجينيريك مانيفاكتشرينج هذا بده انه يتغير بده انه نبطل نتفرج على المستحضرات اللي في هناك ليميتد تكنولوجيكال بارير لتطويرها عدد كبير من الشركات تتفادى انها تنتج مثلا كنترولد ريليس فورميليشنز انه بعتبروا انه هاي ممكن تكون تشالنجي اكثر لكن اذا انت تمكنت حقيقه انك انت تعبر هذا البارير تعبر هذا الحاجز التكنولوجي حقيقه انت راح تجد نفسك في منطقه فيها التنافس اقل وحصتك السوقيه راح تكون اعلى الان اذا بنتجاوز هاي العقليه اكيد راح يكون في هناك مجال للتعاون إذا بنيجي برضو كمان بنخرج من الكومفورت زون تبعتنا كصناعة بدل ما إنه نشتغل مثلاً على immediate release oral solid dosage forms أو نشتغل على immediate release liquids نفكر في controlled release formulations نفكر في ال dry powder inhalers مؤخراً قبل شهر طلعت جيليد خبر تصريح صحفي انه عم بتطور مثلا دراي باودر انهيلر فورميليشن ل ريمديسيفير طيب انا ما بدي ان نطور هذا لهذا المستحضر بالذات بس على الاقل مثلا تخيل ان تكنولوجيا احنا عندنا في الاردن ما في هناك شركه بتتعامل مع هاي دوزج فورمز ما في شركه بتتعامل على سبيل المثال مع الترانسديرمال باتشز تخيل لصناعه دوائيه عمرها 50 سنه او أكثر حوالي 60 سنة إذا تخيلنا أنه الشركة العربية لصناعة الأدوية تأسست في 64 ماشي الحال عم نتكلم عن 56 سنة ليش لحد الآن ما دخلنا في هذا المجال فبدك أنك تشوف أنه إذا أنت تدخل في هاي المجالات حقيقة رح يكون في هناك مجال الانوفيشن بدك تطلع من قضية الجينيريكس حتى وتنتقل للسوبر جينيريكس فاليو أدد ميديسينز الأدوية ذات القيمة المضافة تفضل الدكتور وحكى عنها هاي نقطة كثير مهمة حقيقة وممكن تستفيد من المعرفة العلمية اللي ممكن تكون موجودة في الجامعات بتشوف انه في هناك مجالات كثير للصناعة الدوائية انها تستفيد من الجامعات لكن بشرط انه يتغير البزنس موديل تبعها الان اذا تغير البزنس موديل تبعها رح يكون في هناك طلب للخدمات التكنولوجية تبعت الجامعات ومراكز الأبحاث الآن جامعات ومراكز الأبحاث وقتها رح يكون في هناك أمامها التحدي أنها تنهض بمستويات الانفراستراكتشر اللي موجودة عنها مشان أنها تواجه هذا الطلب
احنا الان كباحثين بتلاحظ انه احيانا كثيرة بتكون انت ما بين المطرقة والسندان. المطرقة والسندان انه بكل بساطة إذا أنت تتكلم مع الإدارات وتتكلم مع الفندنج ايجنسيز وتتكلم مع صندوق البحث العلمي بيتكلموا لك عن إنه هل في هناك تطبيق عملي، هل في هناك مجال الكوميرشاليزيشن تبع البرودكت تبعك. أنت الآن ممكن أنك أنت تيجي تشتغل على شيء ممكن يكون فيه له كوميرشال أبليكيشن، لكن في نفس الوقت ما في له في السوق الموجود عندك زباين بكل بساطة. فأنت في عندك إنه أوكي اعمل كوميرشاليزيشن، ومن الجهة الثانية ما فيش في زبون مشان يطلب برودكتس أو تكنولوجيز أو نو هاو. فحقيقة أنا يعني أنا أعتقد إنه إحنا بحاجة لتعاون من الجهتين مشان بناء القدرات من جانب الباحثين ومؤسسات البحث العلمي، وفي عنا برضو كمان حاجة إنه برضو كمان الصناعة، ومش بس الصناعة في الأردن، إحنا نتكلم عن الصناعة في المنطقة ككل. واللي بيعرفوا الصناعة في المنطقة كل رح يعرفوا إنها كلياتها بتشتغل على نفس الموديل، سواء كانت هاي في الأردن ولا في الخليج العربي ولا في شمال إفريقيا، كلهم عم بيشتغلوا بنفس الموديل. وأعتقد إنه يمكن إلى حد ما إحنا في الأردن عملنا سيتينج للترند في هذا الموضوع. هذا برضو كمان رأي شخصي. فبتشوف إنه هون دكتور العزيز إنه إذا أنا بدي أجي وأحسن الإنفراستراكتشر مشان اني انا اجي واعمل عرض، راح اواجه عرض من الخدمات من التكنولوجيا، راح اواجه انه في هناك برضو كمان مشكله متعلقه في تقبل هاي الخدمات من الصناعه الدوائيه. تجاوزها حقيقه احنا بنعتمد فيه على زملائنا اللي عندهم الباك جراوند الأكاديمية والعلمية زي الدكتور محمد خليل، مشان إنه يكونوا فعليا قوة تغيير في الصناعة الدوائية، مشان تغيير البزنس موديل اللي عم بيتعاملوا فيه من خلال النقاط اللي ذكرتها. شكرا لك دكتور. يسلموا دكتور. طبعا يمكن ساعة 12 ونص ما ضلش فيها مجال، يعني أنا تركت الإيميل لأي حد بده يتواصل مع الباحثين أو مع الدكاترة من خلال الشركة احنا بنوصلهم إياهم. ما بعرف في حدا من دكاترتنا عنده كلمة أخيرة ولا نختم؟ يلا صباح على خير جميعا. سهرناك الساعة 12 ونص. راح يكون التسجيل موجود على موقع الفيسبوك والشركة إن شاء الله بكرة صباحا. تصبحوا على خير جميعا. شكرا على خير. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية جميعا. وتصبحوا على خير. يلا بارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية خالد. يلا خلص على يلا تصبح على خير. طفينا خلص 12 ونص.